حصل؟ انا مش مصدق احنا فعلا بقينا مع بعض. تحجي انت طلعتي روحي عشان اليوم ده يحصل. المهم ان احنا مع بعض. ايوه بس 4 سنين بلف وراكي في الكليه مفتريه يا ظلمه بس عشان اتعرف عليكي واتكلم معاكي. انا كنت لازم اتاكد ان انت عايز ده بجد، عشان انا لو كنت شكيت كنت فرمتك تحت عجل عربيتي عادي. بعشق ملابسك. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طب ايه؟ مش عايز تقولي حاجه؟ نفسي تعرف انا شايفاك في عيوني ازاي. شايفاني ازاي؟ مش شايفه غيرك في حياتي. طب تعالي تعالي. حلوة يا حلوة قوي. هي مالك فين؟ أصحي هم راحوا فين؟ هي مالك وزياد راحوا فين؟ ده أنا لسه كنت بسأل حسين عليهم دلوقتي. لا مش عارف. شفت زيادة كمان؟ ما كان لسه هنا. هبص عليه. ممكن نروح بقى. الو، هاي يا زياد. هاي ملك. عامل ايه؟ كلمتنيش ليه النهارده؟ سوري كنت في ميتنج ويعني حاسس شويه لخبطه كده. انت فين؟ انا مع البنات بشتري حاجات. طيب خلاص تخلصي وتكلميني نتغدى سوا. طيب اوكي. يلا سلام. كنا بنقول ايه؟ شحطتانه معاكي في المول وجايبانا اخر الدنيا، وفي الاخر مش عارفه انت عاوزه تشتري ايه. يا جماعه زياد عيد ميلاده كمان يومين ومتلخبطه بين كذا حاجه ومش عارفه اشتري له ايه. هو مشوار كل سنه اللي بتطلعي عينيا ورجليا وراكي فيه. لا معلش السنه دي مختلفه عشان احنا مع بعض رسمي. رسمي؟ وانتوا قبل كده كنتوا مزيفين؟ في يا جماعه انتوا مالكوا على النور ده عاملين كده ليه؟ ما تمشوا وانتوا ساكتين. بتحبيه قوي كده يا ملك؟ صح بس هنك. والله كلنا كنا بنقول كده في الاول. لحد ما الفاس تقع في الراس وتدخلي الخيه برجليكي. كل حاجه تظهر على حقيقتها. الوعود بتتغير والطباع بتتنسي. مريم زياد مش زي مدحت وجوزك خالص، ما لهمش علاقه ببعض نهائي. وبعدين انت اللي خليتيه يعملك كده. انا يا ملك؟ اه انت يا مريم. طب ورينا شطارتك. اخواتي الحلوين ما بيتكلموش مع بعض كده خالص. ماشي يا ست النظره، ممكن تقولوا لي بقى اجيب ايه؟ يعني انتوا مالكوش لازمه. انا ماليش لازمه؟ طيب تنكري ان انت ما بتعرفيش تاكلي من غيري؟ ما طبعا عشان انت ما وراكيش حاجه غير الاكل، همك على بطنك. ويا ريت بيبان عليها. سبت لكم انتوا الحب وان احنا هسيبوا لنا بقى الاكل؟ طب جماعه بجد والله العظيم ممكن تقولوا لي اجيب ايه؟ يعني بقول لك إيه؟ تعالي نطلع فوق في محل عايزه اوريهولك. محل كده في الدور اللي فوق. طب انتوا بتزقوا ليه يا جماعه؟ ده حلو جدا، في حاجات هتعجبك جدا والله. استني ثانيه 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 يا جماعه. ايه الزق ده؟ اتأخرت عليك؟ معلش كنت بشتري شوية حاجات والوقت سرقني. ملك ملك انت فاهمة غلط. انا ممكن اشرح لك. لا لا تشرح لي ايه؟ هو مش احنا متفقين ان احنا نتقابل على الغدا؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ نسيت ان يعني ان احنا هنتقابل وان انا هديك الهدية بتاعتك النهاردة. هدية ايه يا ملك؟ هدية عيد ميلادك. الهدية دي كل سنة وانت طيب. ملك انت بتعملي ايه؟ بعمل الصح اللي انا كان المفروض اعمله من زمان، عشان كل حكاية وليها نهاية، بس النهاية جت بدري قوي. ملك ملك ملك
ملك ملك ملك، ممكن تسمعيني؟ اسمعك؟ لا، اللي انا شفته بعينيا ده انت كنت بتعمله زمان وانا عارفه، بس ده قبل ما تعرفني. وبما انك يعني فاكرها شطاره. شطاره ايه بس؟ انا عايز اشرح لك. لا ما تشرحليش. ممكن دلوقتي ترجع تقعد مع الهانم اللي انت كنت قاعد معاها، اللي انت كنت بتقولي انها بتطردك زمان، بس واضح ان الموضوع عجبك. هي بقى تقبل على نفسها كده، لكن انا ما اقبلش، واعتبرني صفحه واتقفلت. عن اذنك ملك. ملك انا بعترف بغلطتي، بس نقعد ونتكلم. تقدر تكمل كلامك مع الهانم اللي انت كنت قاعد معاها، وبالنسبه لي مش عايز اشوف وشك ولا اسمع صوتك. تجرب تبقى مع اللي بتحبك وعندها استعداد تبيع الدنيا كلها علشانك، مش عايزة من الدنيا دي كلها غيرك انت وبس.
أنسة ملك، الحمد لله على السلامة. أنتِ سامعاني وشايفاني كويس؟ هو إيه اللي حصل؟ وأنا بعمل إيه هنا؟ أنتِ مش فاكرة إيه اللي جابك هنا؟ لا مش فاكرة. مش فاكرة حاجة. طيب عارفة مين دول؟ ايه الكلام ده يا دكتور؟ لحظة واحدة لو سمحت، لحظة واحدة. ملك عايزك تبص عليهم كويس وتقولي لي، الوشوش دي مش بتفكرك بحاجة؟ مش حاسة ناحيتهم بأي حاجة؟ خدي وقتك وركزي. لا. ملك أنتِ أكيد بتهزري. عاملة الحركة دي عشان تعرفي أنت غالية علينا قد إيه، مش كده؟ أنا حاسة إن أنا مصدعة أوي. طيب يا جماعة، بما إنها فاقت فإحنا هننقلها أوضة تحت، ولو قدرتوا بتقعدوا معاها. دلوقتي لو سمحتوا اتفضلوا وسيبيني معاها شوية. ربنا يستر. مالك عامله ايه يا عم؟ طمني عليها. انت بتعمل ايه هنا؟ مش وقت يا عم، مش وقت. عاملك ليه؟ احنا مفيش اي حاجه تربطنا بيك، ومالكش دعوه بملك، وامشي من هنا بدل ما اطلب لك البوليس يجي يخربوا بيتك، سامع؟ ارجوك ارجوك امشي من هنا، كفايه اللي احنا فيه. انا مش همشي الا لما اطمن على ملك الاول. تطمن؟ تطمن على ايه؟ انت جاي لابس لي بدله فرحك وعايز تقنعني انك جاي تطمن عليها؟ انت اكيد مجنون. طب ممكن تديني فرصه اتكلم معاك واطمن عليها؟ انا لا عايزك تطمن ولا عايز اسمعك، وامشي غور من هنا بقى. كفايه كفايه يا عبد الرحمن، انت مش ناقص. لا مش كفايه، هو السبب في اللي حصل لبنتنا ده. خرجوا من المستشفى لو سمحتوا، ما يدخلش هنا تاني. انت تخرج من هنا، ولو شفت وشك تاني انا هكسر رجليك. امشي. خلاص انا اتفضحت يا بابا، انا اتفضحت. الناس دي كلها مش هيبقى ليها سيره غيري، مش هيبقى ليها سيره غيري. انا مش عارفه اعمل فيها كده ليه. ليه ليه سيبني ويمشي؟ عملت ايه؟ ليه يفضح لي كده؟ ما هتصرف مع المعزين لغايه ما تشوف حل مع العيله دي. اعمل حاجه يا بابا، اعمل حاجه ارجوك، اعمل حاجه. هتشوف انا هعمل ايه. اهدي بقى اهدي، انكل هيتصرف والله هيتصرف. مش هيرجع زياد، مش هيرجع يا ندى، مش هيرجع. انا اسف جدا يا جماعه، طبعا حضراتكم خدتوا بالكم ان زياد مشي من فرح. الحقيقه هو بيعتذر لكم جدا لان جاله خبر وفاه حد من قرايبه، عشان كده احنا هنأجل كل حاجه. وبشكركم جدا، شرفتونا. انسى مالك بقى زياد، قول لي هنعمل ايه في المصيبه اللي انت عملتها في ريهام وابوها دي؟ الموضوع ده بالنسبه لي خلص خلاص يا بابا. انت بتخرف بتقول ايه؟ يعني ايه خلص؟ هو كان لعب عيال؟ انا كنت عامل زي اللي مخبوط على دماغه، فقت خلاص. ايوه هتعمل معاهم ايه يعني؟ انت كتبت كتابك على ريهام خلاص. مش مهم. اقعد يا زياد، خلينا نحسبها بالعقل. انا مش هحسب اي حاجه تاني بالعقل خلاص، ده اخر كلام عندي. استغفر الله العظيم. شرف ولا لسه؟ هو في حد يتهاجم على بيوت الناس كده؟ لما يكون عالت أربعة. ابنك فين يا سالم؟ استخبي مني فين؟ أنا هستخبى منك ليه؟ أنا هقول لك تستخبى ليه؟ عشان عايز تتربى. أنا مصردهولك عشان سنك بس. أنت لسه ليك عايز تتكلم بعد الفضيحة اللي عملتها لنا؟ غلطت وخلصنا. يعني إيه غلطت وخلصنا؟ سيب الفرح وبعدين جاي تعتذر وعايزني كده نعديها؟ أنا مش بعتذر إني سبت الفرح، أنا بعتذر إني رحت أصلاً. أنت بتقول إيه؟ اللي سمعتوه، انا غلطت اصلا اني وافقت على الجوازه دي، وكل حاجه اسمها نصيب. خلصنا. لا ده انت عايز تتربع. لا اقول لك ايه، ما تمدش ايدك عليه.
انت جاي تكمل الجوازه بالقوه ولا ايه؟ بالقوه ليه يا حبيبي؟ انا بنتي رميه ولا ايه؟ ايوه رميه. ضغطت عليا في وقت صعب ودلوقتي فقت خلاص. رميه؟ انا رميه زياد. تديش نفسك في داهية عشان كلب زي ده. احترم نفسك، انا بحترمك عشان انت بيتي. استهدوا بالله يا جماعه، مش كده، خلونا نفكر بالعقل شويه. انا عقل، انا عقل، انت تخلص خالص. خلاص ما بقاش فيها عقل. ريهام هانم رشدي، انت طالق. ان انا بحبك وبموت فيك. انا ما حبيتش حد في حياتي غيرك. ما حبيتش حد في دنيتي كلها غيرك. انت ليه بتعمل كده؟ بقولك ايه؟ الطلقه دي اصلا مش هتتحسب. لا انا معايا عند المأذون، هو هيقولك بنفسه والله. يا زياد اسمع، بطل هزار بقى. يا زياد بص، طب تمام تمام، خلينا دلوقتي نروح للمأذون ونبطل بقى الهزار السخيف اللي انت بتعمله ده. يلا نروح للمأذون بقى ورجع لي تاني. يلا بقى ما تهزرش. انا عارفه ان انا ضغطت عليك الفتره اللي فاتت قوي والله، بس انا فعلا ما كانش قصدي. زياد ما تنساش انت مش شايفني. امشي ما تعملش كده، انت تعمل ايه كده معايا؟ ابوس ايدك يا زياد. ليه يا حبيبتي؟ ورحمه امها الغاليه اللي دفعت الثمن غالي. هخليك تيجي تبوس الايادي عشان ترجع لك وهترفض. انت فاهم؟ انت وابوك هربيكوا هدفعك الثمن يا غالي. تعالى يا حبيبتي، تعالى يا اهلا. بص يا حبيبتي، اوضتك من هنا، بس هي محتاجه شويه ترتيب. ربنا ما يعيد الشهر اللي فات ده ابدا ولا يكتبه على حد يا رب. والله أنا بحاول أفتكر بس مش عارفة. ما تقلقيش يا حبيبتي، إحنا هنفكرك بكل اللي أنت ناسياه. ما تقلقيش، خليكي بس أنت مع مريم وأنا هاخد ماما نخش نوضب لك الأوضة. لا لا أنا ممكن أوضبها، أنا ومريم ممكن نوضبها. الله، أنت هتستكبري علينا ولا إيه؟ ده إحنا ياما وضبنا لك وأنت صغيرة. مريم خلي بالك من أختك. يلا روحي، يلا. تعالي يا ملك، تعالي ارتاحي شوية، أنت شكلك تعبان. اقعدي. أنا عايزة أسألك سؤال. اسألي يا ملك. اليوم بتاع المستشفى في واحدة كده دخلت وقعدت تزعق واتكلمت عن واحد ولد وقالت إن أنا خطفته منها. مين ده؟ ومين دي؟ وإيه الموضوع ده أصلاً؟ دوري على أي حاجة ليها علاقة بالزفت اللي اسمه زياد ده، حتى لو كانت صورة صغيرة. أنا ومريم مسحنا الأوضة مسح، مفيش أي حاجة، بس أنا خايفة الولد ده ينطلنا هنا. صحيح هو مختفي بقاله مدة، بس ممكن لما يعرف إن إحنا رجعنا يجي. يجي؟ يجي فين؟ أنت ناسي إن أنا عامل له محضر عدم تعرض؟ طب خليه يجي علشان أحبسه، وبعدين كلها يومين وهنروح الفيلا بتاعت أخويا اللي أنا استلمتها مكانه. يعني هو دلوقتي مش محتاجها في أي حاجة وهو مسافر، وزياد ما يعرفش أي حاجة عنها. الأيام اللي جاية دي هتبقى صعبة قوي روحية، ربنا يسترها عليها. إيه؟ سايباها لوحدها؟ أصل ملك بتسألني على ريهام وزياد وأنا مش عارفة أرد عليها أقول لها إيه. مش أنا قلت لك يا روحية الأيام الجاية صعبة؟ احنا هننقل الفيلا من بكره. كويس انك عرفت اننا ملناش الا بعض. ملناش الا بعض. انا الصفحه القديمه دي قررت ان انا اقفلها وانسى اللي انت عملته مع بنتي عشان بنتي بتحبك، لكن اقسم بالله لو عملت اي حاجه تزعلها انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. بلاش الكلام ده يا استاذ رشدي، خلاص الصفحه واتقفلت.
وهيبدأوا صفحة جديدة. بس أنا ليا شرط. شرطي يا ريهام؟ احنا هنبدأ تاني؟ احنا مش هينفع نقعد هنا. أنا شايفة إن احنا نسافر دبي تمسك شركة بابا اللي هناك. أنت أكيد عارف أنا بقول لك كده ليه. أنا رأيي فعلاً هيبقى الأفضل إن احنا ما نقعدش في مصر. طيب يبقى مبروك يا جماعة. يلا اتفضل. أنا عندي شرط تاني. أنت سبتني ومشيت يوم فرحنا. وأعتقد إن أقل تعويض ليا إنك تعمل لي فرح تاني أحلى منه. ولا إيه؟ هو أخوك ما اتصلش بيك لحد دلوقتي؟ لا. ليه عايزه في حاجة؟ غريبة أوي. نقعد أسبوع ما يكلمناش. أنا مش مطمن. متقلقش يا سالم، هتلاقيه انشغل بس ولا حاجة. لا أنا مش مطمن بصراحة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. زياد سحس دلع. السلامة. الله يسلمك. بالله السلام. طب كنت تقول لنا انك جاي عشان كنا نروح نجيبك من المطار. فين رهام مراته؟ طلقتها. صباح الخير. صباح النور. انا عندي انترفيو النهارده، ما تعرفش اروح فين؟ استاذ ايمان شعبان اللي مسيطره هنا. أوكي. استاذ ايمان. ايوه ايوه. صباح الخير. صباح النور. انا عندي انترفيو النهارده، انا زياد سالم. اهلا وسهلا. طب ممكن السي في والبطاقه بتاعت حضرتك؟ السي في؟ ايوه. بطاقه؟ بطاقه كمان؟ ايوه. شكرا. طيب ممكن تفضل معايا حضرتك؟ اتفضل. شكرا. جيت لك بدري يا فوزي عشان ما تنقليش ناس من الكسر بتوعك. كتر خيرك يا ست الكل. ممكن نأجل الانترفيو عادي. لا لا انا معاكم، انا معاكم. واضح من السي في بتاعك انك ما استمرتش كتير في اي مكان، سواء في مصر او دبي. ممكن افهم ليه؟ كل مكان كنت فيه كانت ليه ظروف. يعني ايه ليه ظروف؟ يعني ما لقيتش نفسي في الاماكن اللي كنت فيها. اشتغلت في شركات مالتي ناشونال وما لقيتش فيها نفسك؟ الماركتنج فكرة، والفكرة لو ما لقيتش اللي يسمعها ويقدرها يديها مساحتها محدش يقدر يكمل في المكان، مش كده؟ وده معناه ان انت لو بقيت معانا وما اقتنعناش بأفكارك هتسيبنا وتمشي؟ الوضع مختلف. لا معلش ثانية واحدة بس، انا اسفة عشان افهم بس. البروجكت اللي انت مقدمه ده كويس جدا كفكرة، بس خلينا نفترض ان انت قدمت فكره مش ماشيه مع بوليس الشركه او مش مع الخطه بتاعتها، وده موضوع نتناقش فيه. معنى كده ان انت تسيبنا وتمشي؟ المشروع اللي انا مقدمه، انا مقدمه لكم بس عشان تشوفوا دماغي فيها ايه، تشوفوا انا بفكر ازاي، وعشان كده انا قاعد معاكم مش كده؟ لا معلش ده مش رد على سؤالي. تقدر تقول لي سبت اخر شركه كنت فيها في دبي ليه؟ اسباب كتير. ايوه اللي هي ايه يعني؟ كنا مختلفين، مش مرتاح. وده معناه لو احنا اختلفنا سيب الشركه؟ فين هنا الانتماء؟ فين التيم ورك؟ فين الاختلاف في وجهات النظر؟
حضرتك سبت 4 شركات في وقت قصير جدا، وده معناه ان انت ما عندكش اي انتماء للمكان اللي انت بتشتغل فيه، وده صعب جدا نقبله في شركتنا. بس انت ما اديتنيش فرصه تسمعيني. انت حضرتك انا اسف. استاذ زياد، سبب نجاح شركتنا هنا ان كل فرد في الكيان ده بينتمي للمؤسسه. استاذ فوزي بعد اذنك معلش، اولا انا اسمي استاذه ملك، وثانيا حضرتك غير مناسب تماما انك تكون معانا في الشركه دي. شكرا. زياد؟ شيرين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت تشوف ملك؟ انا مش فاهم، هو انتوا غيرتوا اسم الشركه ولا نقلتوا ولا ايه اللي جابني هنا؟ ايوه احنا من 6 شهور حصل ميرج ما بيننا وبين شركه ثانيه وبقينا انترناشونال، بس انا برضو مش فاهمه انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جاي اعمل زفت انترفيو، مش فاهم ايه الصدفه دي؟ انت مش شفتيش كانت بتعاملني ازاي جوه؟ كانها ما تعرفنيش خالص، تقريبا داست عليا، يعني سنه عدت وما خليتهاش تنسى اللي حصل بيننا. اللي حصل ما بينكوا؟ لا يا زياد، هو اللي عملته فيها مش اللي حصل ما بينكوا، وبعدين اللي عملته فيها يستحق ان هي تعمل فيك اكتر من كده مليون مره. بس مش دي المشكله. يعني ايه مش دي المشكله؟ المشكله انه ملك مش فاكراك اصلا. متشكر جدا، نكر انا. خلاص متشكر، وقولي لها ان انا متشكر قوي. يا ابني افهم، ملك فقدت الذاكره، هي مش فاكره اي حاجه حصلت السنه اللي فاتت. انا فهمت جوه فعلا كده، متشكر. انا بتكلم بجد. ملك فقدت الذاكره في الحادثه اللي عملتها يوم فرحك. ايوه بابا. زياد، ريهام عملت مصيبه وانتحرت في بيتي. ايه الحاله دلوقتي؟ الحمد لله الناس كويس. يلا يا بابا حصلهم على المستشفى. طمنا يا دكتور. هي نزفت كتير وده اللي سبب لها فقدان الوعي. عموما المحلول اللي هيعوضها الدم اللي نزفته. ريهام حبيبتي، مالك يا حبيبتي؟ سلامتك. عملت ايه بنتي يا اخي؟ عملت ايه بنتي؟ زفيتك ما عملتش حاجه. انت مش وقته يا رشدي. يا جماعه ما ينفعش كده، من فضلكم اطلعوا بره وخليها ترتاح شويه، من فضلكم. هلا دكتور. اتفضلوا. طمن على بنتي وهسجنك انت واهلك. طب اسمع بقى، عشان انا زهقت من الكلام اللي قاعدين نعيده ده. انا طلقت بنتك خلاص وهي ما بتزهقش، كل شويه تنط عندنا. امنعها تهوب ناحيتي والموضوع كله يخلص. لو على حقوقها اللي انت فاكر انك رابطني بيها، يلا نحدد ميعاد وتاخد كل حقوقها ونخلص ونقطع دابر الموضوع ده خالص. غير كده ما حدش له عندي حاجه. يلا يا بابا. نهدى بس شويه يا ابني، اطمن عليها تفوق. الدكتور طمنا وقال ان حالتها استقرت، يلا. ربنا يطمنك على بنتك يا رشدي. طمنك على ابنك اللي شكله ناوي على موته. قسما بالله لو فكرت تعمل حاجه من شغل العصابات بتاعك ده هتشوف شغل تربيه الشوارع عامل ازاي، وخاف مني لاني مش بايع على حاجه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ لقيت ملك يا بابا، لقيت ملك. ملك فقدت الذاكره وهي دي الطريقه اللي انا هرجع لها بيها. يعني ايه فقدت الذاكره؟ دي فرصه عمري. انا مش فاهم حاجه خالص. هتعرف عليها من اول وجديد وكاننا عمرنا ما اتقابلنا قبل كده. اللي انت شايفه ده هو تاريخي مع ملك، اللي هي بتحبه واللي هي بتكرهه واللي بتخاف منه واللي بتحلم بيه كمان. هقرب منها
كأننا عمرنا ما تقابلنا قبل كده. الله. طب وريهام؟ ريهام أزمة وعدت يا بابا. أزمة وعدت خلاص. المفروض ان انا اللي متوتر مش انت. زياد كلامك معايا هيكون بحساب، وما تنساش دي اخر مره هعرف اساعدك فيها. هو انا المفروض ادخل لها امتى؟ انت هتستهبل؟ هدخل لها دلوقتي. يلا جود لك. يلا. صباح النور يا زياد، اتفضل. اتفضل، ممكن تقفل الباب بعد اذنك؟ اتفضل. اتفضل. انا بشكرك جدا انك اديتيني فرصه ثانيه. بص يا زياد، عشان أكون صريحة وواضحة معاك، أنا يعني اديتك فرصة تانية عشان البرزنتيشن اللي أنت قدمتها كانت كويسة جدا، مش عشان خاطر شيرين. أنا ما بعملش كده في شغلي، بس هو اللي كان غريب كان اتيتيودك. عموما أنا بأكد لك إنه اللي قاعد قدامك دلوقتي واحد تاني خالص غير بتاع المرة اللي فاتت. عموما هنشوف. ممكن قبل ما نشوف تبص على البرزنتيشن دي بليز؟ برزنتيشن إيه؟ انا عرفت ان انتوا بتحضروا لبروجكت عشان برفيوم جديد، مش كده؟ فقررت ان انا اجي معايا برزنتيشن للبروجكت ده. ها، ايه الاخبار؟ هو انت عرفت ازاي ان احنا عندنا الكامبين دي؟ انا ذاكرت بصراحه، ممكن اعمل اي حاجه عشان الوظيفه دي. المهم البرزنتيشن كويسه؟ والله انا مستغربه جدا، لان انا مديه الكونسبت ده بالظبط للكرييتيف تيم بتاعنا. هعتبر دي بشرة خير بقى ولا ايه؟ واضح ان انت ما بتفرطش في الفرصة التانية ابدا. انا لما بتجيلي فرصة تانية بعتبر انها الفرصة الأخيرة. فلو ضاعت عارف ان الباب هيتقفل. انا ما بحبش أي باب يتقفل في وشي. مبروك يا زياد على البوزيشن. شكر جدا. مش عارف اشكرك ازاي. ان انت تقول لي اسم البرفيوم بتاعتك دي ايه؟ بس بصراحه حلوه. ما تفك يا ابني كده، هو انت يا كده يا كده؟ لا خلاص، انت بقيت من التيم بتاعي. مبروك. تعالى يا زياد، هعرفك على مستر سامح السي او. ملك، وانا ممكن افهم الاستاذ بيعمل ايه هنا؟ نعم؟ وانت مين سمح لك اصلا تتدخل في شغلي؟ وايه نبره الصوت دي اللي انا سامعاها؟ شغلك؟ وده شغلك؟ ده انت مدوراها بقى. مدوراها؟ اه، مدوراها واسطه. مش الاستاذ ده انت رفضتيه من يومين؟ ايه اللي خلاكي ترجعي تقبليه تاني؟ انا عايز كل اللي في الشركه يجوا هنا يتفرجوا على الاستاذه ملك. اللي رفضت واحد من يومين ورجعت دلوقتي وافقت عليه وعينته. هو جاب هدية حلوة ولا ايه؟ انت اتجننت؟ انت ازاي بتتكلم معايا كده اصلا؟ انا هحاسبك على كل كلمة بتقولها. هو انا مش كل ما اجيب لك حد تعينيه ترفضيه عشان ما بتحبيش الوسايط؟ اشمعنى ده بقى؟ عايز افهم. انا فاهمك. عادة يا رفعت اللي عنده عيب بيلزقه في اللي قدامه. اوعى تفتكر يا رفعت ان بالشغل اللي انت بتحاول تعمله ده انك هتعمل اللي انت عايزه. يا انا يا انت في الشركة دي، سامعني؟ يبقى انا ملك. عشان انا مش بتاع وسايط يا مستر سامح. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ اتفضل سعادتك شوف الاستاذه ملك اللي حضرتك بتقف في صفها دايما بتعمل ايه؟ وطي صوتك يا رفعت، احنا مش في زريبه. مستر سامح، البني ادم ده ما ينفعش يبقى معانا في الشركه. انا اصلا ما اعرفش واحد زي ده بيشتغل معانا ازاي. اهدي بس يا ملك وتعالي مكتبي فهميني في ايه. لا يا مستر سامح، ما تفهمش في مكتبك. احنا عايزين نفهم كلنا هنا. رفعت، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مستر سامح، أنا مش هقدر أشتغل مع البني آدم ده، مش هقدر. ملك، اهدي بس وتعالي مكتبي، وكل واحد يروح مكتبه. تعالي يا ملك. زق عجلك أنت بقى، عشان أنت مش هتدخل الشركة دي إلا على بوستي. أنا بصراحة أول مرة أشوفك ومش عايز أعرفك. بس نصيبك بقى جابك في طريقي.
ما تجيش تاني في طريقها. وانا برضو اول مره اشوفك والحقيقه برضو مش مهتم اعرفك، واول ما شفتك كده مفيش غير حاجه واحده جت في دماغي وعايز اعملها من زمان، مش عارف ايه هي. هي دي يا حيوان، نادوا الامن طلعوا القطه بره. زياد فين؟ رفعت طرده بطريقه سخيفه جدا. هو رفعت ده فاكر نفسه يعمل اللي هو عايزه؟ طب ممكن تهدي؟ فين السي في بتاع زياد؟ ليه؟ زياد موجود؟ انا اسفه جدا لو جيت في ميعاد غير مناسب. انا ملك عبد الرحمن، مديرته في الشغل الجديد اللي هو لسه هيستلمه. هي بس حصلت مشكله فانا بحاول اكلمه في تليفونه بس تليفونه مقفول. فهل هو موجود هنا اقدر اشوفه؟ لا هو للاسف مش موجود يعني. بس هي ايه المشكله اللي حصلت اللي تخليكي تجيله لحد هنا؟ هي مش عارفه اشرح لحضرتك يعني، بس انا بدور عليه بصراحه وكنت اتمنى انه يكون موجود هنا. وحتى لو مش موجود ده احنا نجيبه من تحت الارض. اتفضلي. مرسي. اتفضلي. واحنا عندنا اعز منك. نعم. قصدي يعني حضرتك شرفتينا. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. شكرا. انا بعتذر والله مره كمان. لا ما فيش تعتذر عن ايه؟ تشرفتينا ونورتينا ولا ايه؟ ولا ايه طبعا. انا حسين اخو زياد الصغير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب حضرتك يعني ما تعرفش هو فين؟ لان انا فعلا محتاجه اشوفه. لا الحقيقه هو خرج من الصبح ولسه ما رجعش. بس هو ايه اللي حصل؟ يعني هي مشكله بسيطه واتحلت الحمد لله، فانا كنت عايزه ابلغه بس انا مش عارفه بصراحه الاقيه فين. هو ان حضرتك كلمتيه في الموبايل؟ حاولت والله، تليفونه مقفول. طب نحاول تاني، اكيد هيفتحه وهيرد يعني. انا عارف هنلاقيه فين. فين؟ ساعة ما سمعتك بتقولي لسالم انه في مشكلة حصلت في الشركة وانا متأكد ان هو موجود هنا. هو مكتئب يجي هنا على طول، وخصوصا ان شغله معاكي مهم قوي يعني. شغله معايا؟ في الشركة، شغله في الشركة معاك ومهم قوي. شفتي بقى ان عفريت واعرف عن اخويا كل حاجة؟ ملك؟ مش قلنا استاذة ملك؟ اسف جدا بس دي اخر حاجة كنت ممكن اتخيل انها تحصل. وهي حصلت. انا كنت عايزة اعتذر لك عن اللي حصل. وصدقني مش انت اللي مقصود خالص. اطير؟ خلاص اطير، اوكي. عايز حاجه زياده بقى كلمني يعني. فرصه سعيده يعني يا استاذه ملك. ميرسي. سلام. سلام. سلام يا حسين. على فكره انا نسيت كل اللي حصل بمجرد ما شفتك. بالعكس انا اللي كنت عايزه اجي لغايه عندك واعتذر لك. ومن بكرة الصبح إن شاء الله تكون موجود في الشغل. لا وحتى لو مفيش شغل مش مشكلة، كفاية عليها اهتمامك. هو ده بقى المكان اللي أنت بتحب تكتئب فيه؟ رغاي قوي يا حسين، رغاي، مش كده؟ بس بيحبك. وأنا أتحب برضه. طب في كافيه قريب كده، ما مش عايزة تيجي نقعد شوية؟ لا لا ملوش لازمة، أنا حبيت أجي لك بس وأعتذر لك. وبعدين مش هو ده المكان اللي أنت بتحب تكتئب فيه ولا إيه؟ خلاص. ساعة ما جيتي وانا مش مكتئب، خلص الموضوع ده. بس انت حتى ما عرفتش ايه اللي حصل في الشركه بعد ما مشيت. ده في خبر بقى هيخليك فعلا ما تكتئبش. استاذه ملك انا مش عايز اعرف غير حاجه واحده بس. موافقه نقعد شويه مع بعض في الكافيه ده؟ بس ملك انت مش لازم تعتذري خالص، انت اصلا مالكيش اي دعوه باللي حصل، انت مش السبب فيه يعني. لا زياد معلش، طالما انا قلت لك مبروك على البوزيشن بتاعك يبقى انت مسؤول مني، يبقى انت من التيم بتاعي. وما ينفعش اي حد من التيم بتاعي يتعرض لموقف سخيف زي ده وانا اسكت. طيب هو مين بقى الراجل ده اصلا؟ الراجل ده اسمه رفعت وهو عينه على البوزيشن بتاعي، وحصل بينا شد كده فجت فيك. سيبك انت من الكلام ده، بكره الصبح هتكون في الشغل ان شاء الله. بجد؟ بعد اللي حصل ده؟ كنت فاكرني هسكت ولا ايه؟ ويا جماعة عايزين ننسى كل اللي حصل امبارح خالص كأنه ما حصلش. زياد دلوقتي معانا في الكرييتيف تيم، أنا عايزة إن احنا نتعاون مع بعض بشكل كويس عشان نطلع أحسن أفكار. زياد طبعًا أنا يعني مش هقول لك إن أفكارك دي ملك للشركة وإنه أي حد يقدر يزود لها أو يضيف لها أو يغيرها.
التيم بتاعك في شيرين وكريم ومصطفى. المكتب بتاعكوا هيبقى فوق، بس انت هتبقى بين فوق وتحت، لان هنا التيم بتاع الديزاينرز. ودي البريك اريا، ده المكتب بتاعي انت شفته امبارح، ودي الكرييتيف روم اللي بنعمل فيها الميتنجز، بنبرين ستورم فيها ونطلع الافكار بتاعتنا. انا صافي. صافي هي الاسيستنت السي او بتاعت مستر سامح، احنا بنريبورت ليها وهي بتريبورت لي. اهم واحده في الشركه. انا متحمس جدا وحاسس ان احنا هنعمل شغل حلو مع بعض. خد دي عشانك. كنت حاسس انك هتعمل كده. ويلكم يا زياد. نورتنا. نورت. اللي بيحصل في الشركه ده مش عاجبني يا ستي. ما هو عشان كده انا طلبت نقعد القعده دي عشان نعمل حد للي بيحصل. حضرتك انا طالبه صلاحيات كامله لشغلي، وانا اكيد بعمل كده لمصلحه الشركه، مش بعمل كده حبا في السيطره. في حد سحب منك صلاحياتك؟ انت تقريبا بتحرك كل الشركه. والله رفعت بقى مش شايف كده. فندم مقدم لي ميزانيه هامش ربح الشركه تقريبا اقل من 5%. حضرتك صاحب الشركه، لو موافق على كده ما عنديش مشكله، تحت امرك. النسبة دي صح؟ صح يا فندم، بس الفكرة كلها إن ده كلاينت جديد ومهم جداً في السوق، ونسبة التعامل بتاعته 50 مليون في السنة. فيها إيه لما أنا أحاول أكسبه واجي على نفسي شوية في المكسب، أو بعد كده أخد اللي أنا عايزاه؟ فين الخسارة في كده؟ بس أمالك المبلغ ده مش سهل عشان أوافق عليه. أوكي، وأنا استقالتي جاهزة. بعد إذنك. مبسوط كده؟ بعد إذنك يا مستر روف. ممكن تفهميني إيه اللي ملك عملته ده؟ أنا لسه مش عارفة إيه اللي حصل. ملك ما ينفعش تسيب الشغل يا شيرين. مع بعد اذنكم انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه. اكيد في حل تاني غير انك تمشي يا ملك. الديره فوق ده مصلحه. ربنا يوفقك ان شاء حقوق بنتك. كمال خلص الإجراءات وببلغني. حاضر. بعد إذنكم. مش هيحصل. يعني إيه الكلام ده؟ زياد أنا حامل. اللي عشت طول عمري أحلى منه يحصل حصل خلاص. وقريب قوي هبقى أم البنت أو ولد يبقوا شايلين اسمك، عشان اللي بينا يفضل عايش وما يموتش أبدا. هي دي بقى اللعبة اللي أنت بتلعبيها عشان تفضلي في حياتي؟ بتألفي قصص والمفروض إن أنا أصدقها؟ أنت بتخرف تقول إيه؟ إيه ده؟ أنا بنتي هتألف قصة زي دي ليه؟ اهدى يا أستاذ رشدي، خلينا نفهم الموضوع. نفهم إيه؟ نفهم إيه؟ دي كدابة، ممكن تعمل أي حاجة عشان اللي بيننا ده ما يخلص. اللي بيننا عمره ما هيخلص يا زياد. قول لي بقى، نفسك في ولد ولا بنت؟ حبيبتي، أنت عرفتي إمتى إنك حامل؟ عرفت إمبارح. طب ليه ما قلتليش؟ قلت أقول لك النهاردة وزياد موجود. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك، هجيب لك هدية كبيرة قوي بالمناسبة دي. ثانك يو حبيبي. فرحت يا زياد مش كده؟ أنا مفيش أي حاجة ممكن تسعدني غير إن أنا أرجع بالزمن عشان أصلح الغلطة اللي بسببها أنت موجودة في حياتي. بص في عين بنتك هتعرف إنها كدابة، بنتك مريضة. أنت بتخرف تقول إيه؟ أنا بنتي مش مريضة، فاهم ولا لا؟ لا 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 لا، ثانية واحدة، ثانية واحدة، اهدوا، مش كده، مش كده. معلش يا بابا، أنا عذرة. ما هو أحياناً ده بيحصل. من كتر ما المفاجأة بتبقى كبيرة وحلوة قوي، أحياناً ممكن البني آدم يتصدم، بس بعد ما بيهدى وبيفكر فيها بيفرح. مش أنت هتفرح برضه؟ أنت هتفوقي إمتى من اللي أنت فيه ده؟ ما تكدبيش كدبة ما تعرفيش هتوصلنا لغاية فين؟ أنت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك إيه؟ تعالى معايا عند الدكتور اللي قال لي الخبر إمبارح، تعالى معايا يلا، وأنا هثبت لك إن أنا مش بكدب. أنت بتبص لي كده ليه؟
ما انا بقول لك تعالى معايا. ايوه انا هاخدك عند الدكتور اللي انا كشفت عنده امبارح وقال لي كده بنفسه. تعالى معايا يلا تعالى معايا، انا حسيت لك ان انا مش كدابه. انا مش فاهم يا مدام ريهام، المطلوب ايه بالظبط؟ المطلوب يا دكتور انك تقولي الكلام اللي انت قلته لي امبارح وتسمعه لجوزي. مدام ريهام حامل في الشهر الاول، في مشكله في كده؟ ازاي؟ احنا ما حصلش بينا حاجه من فتره كبيره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متاكد؟ يعني ايه متاكد؟ خلاص سمعت بودنك، بلاش فضايح بقى. انا مش فاهم. معلش يا دكتور احنا اسفين جدا على الازعاج، هبقى اكلم حضرتك عشان نحدد مواعيد المتابعه بعدين. يا ريتني كنت صورت لك المكان قبل ما تيجي وبعد ما تيجي عشان تشوفي الفرق. ما تقول نورتي وخلاص وجيب من الاخر. نورتي كلمه قليله قوي يا ملك. الحمد لله على السلامه. ميرسي يا زياد، الله يسلمك. مش عايز اي مشاكل تاني تحصل. مفهوم يا رفعت؟ طبعا يا فندم، واضح. انا تحت امر الاستاذه ملك في اي حاجه. وانت يا ملك، انا فهمت وجهه نظرك في الشغل، بس يا ستي بدل ما نكسب 5% نكسب 10%، برضو احنا عايزين ناكل عيش. حاضر يا فندم، اوعدك ان كل الايام اللي جايه هتبقى احسن، وهتقول ملك قالت. اوكي، على شغلكم. جود لك. انا بعد اذنك. مساء الخير. مساء الخير يا زياد. ازيك يا ام العيال؟ ايه يا ريان مالك؟ زياد خير، انت فيك حاجه؟ في ايه يا جماعه؟ هو غريبه يعني لما اطمن على حبيبتي ام عيال؟ انت بتتكلم بجد يا زياد؟ انت قلقان عليا فعلا وعايز تطمن؟ طبعا يا ريهام، هو انا ينفع يعني ارمي واحده هتجيب لي ولي العهد وهيشيل اسمي؟ انا بحبك قوي قوي. بالراحه بس، بالراحه عشان البطل. طب ايه يا بابا، ما شربتش ريهام حاجه؟ شويه عصير اي حاجه؟ انا ثواني بس، واعمل لكم دلوقتي فراوله ولا كيوي ولا طب خليك انت حجيج، انا اقوم اعمل لنا شويه عصير حلوين كده عشان ام العيال. هاي بابا، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كويس انك جيتي. ها تاكلي؟ لا لا لا، انا مش قادره، انا هموت وانام. ربنا معاك يا حبيبتي. ايوه مستر سامح، تعالي لي الشركه يا ملك حالا. ايه اللي حصل؟ في مصيبه. طيب انا جايه حالا. لقيت الجوافه في الثلاجه فعلا. انا عاملها امبارح بالليل. تسلم ايدك يا بابا. انا الشيف. خير يا مستر سامح، ايه اللي حصل؟ كل الداتا بتاعت الشركه اتسربت في السوق، كل المشاريع، اجور الموظفين، الافكار بتاعتنا كلها اتسربت. احنا في كارثه، واللي هيشيلها انا وانتي. خالد بتاع الاي تي فين؟ يعني ايه لسه ما جاش؟ كلموه يجي بسرعه. طب ممكن اسال سؤال بس؟ ايه ده بس حضرتك، ممكن تقول لي ازاي اتاكدت انها اتسربت؟ رائف هو اللي بلغني بالمصيبه، صاحب شركه اكوان اللي بينافسنا في كل مشاريعنا، هو اللي اتصل بيه وقعد يتريق عليه وعلى التيم بتاعه اللي مش عارف حتى يحافظ على اسره الشركه. طب مش يمكن دي حركه من الشركات بتعملها مع بعض؟ يا ريت. ده باعت له نسخه من التسريبات اهي قدامك، شايفه؟ وعايز اقول لك كمان ايه بقى؟ رائف بلغني لو ما عرفناش مين ورا الموضوع هنبقى بره الشركه انا وانتي. هو رفعت فين؟ اول واحد شكيت فيه زيك،
بس للاسف الداتا دي مش موجوده غير عندي وعندك بس. ارجوك يا ملك اتصرفي، هروح انا وانت في 60 داهيه. لا سيب لي حضرتك بقى الموضوع ده، انا هتصرف عن اذنك. الزفت خليت فين؟ انت يا ابني اللي عملته في البيت؟ تفهم كل حاجة دلوقتي، عملت فيها كل خير. هتعمل ايه؟ ايه يا زياد هتعمل ايه في البنت؟ تفهم كل حاجة دلوقتي يا بابا. يا ابني احنا مش ناقصين مصايب. هفهم ايه؟ انا هثبت لكم ان البنت دي كدابه، هاخد منها عيان الدم واعمل لها تحليل واوريكم ان انا اكتر واحد فاهم البنت دي بتفكر ازاي. طب ولو طلعت مش كدابه؟ يبقى انا لبست لبسه سوداء يا حاج. وسألتني ايه اللي حصل اقول ايه ولا اعمل ايه؟ قول لها زياد راح يجيب هدوم البيبي وجاي على طول. بيبي؟ مش فاهم حاجه. اتفضل. ريهام ريهام، طب انتوا بنتي ايه؟ شربناها كوبايه عصير. مالك؟ ده دليل ان بنتك كدابه، ولا هي حامل ولا زفت على دماغها. عملت بنتي ايه؟ خدت منها عين الدم وعملت لها تحليل حمل وطلعت بتكذب زي ما قلت لكم كلكم. ريهام مالك يا ريهام؟ ايه اللي حصل؟ انا انت ايه؟ كنت فاكره كتبتك دي هتوصلك ليه؟ هتوصلني ليك، هتوصلني ليك. طب الحمد لله على السلامه. اتفضل بقى خد بنتك واطلعوا بره، حقكم هيوصل لكم. مع السلامه. ليه عملت في نفسك؟ ليه يا ريهام؟ ليه؟ انا مش هعنيك على حياتك من غير يا زياد. يلا مع السلامة. صباح الخير. صباح النور. يا جماعة في حاجة ولا إيه؟ أنا حاسس بحركة غريبة في الشركة. في داتا اتسربت من الشركة أهو، في حوار كبير جدا. يعني إيه مش واضح عندك؟ الداتا دي اتسربت من هنا ولا لا؟ انا لسه مش قادر احدد. مش قادر تحدد؟ خالد انت مسؤول الاي تي، امال مين اللي هيحدد؟ ومالك عامله ايه؟ مش كويسه خالص يا زياد، بقيت من امبارح في الشركه وشكلها كده هي وسامح هيشيلوها. طب انا هدخل لها. لا لا مش هينفع تدخل لها. طب ممكن تديني فرصه تانية اجرب؟ يا سيدي ما انت بقالك ساعه بتجرب. قوم يا خالد قوم روح على مكتبك. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه يا زياد، الله يخليك سيبني لوحدي. طب هو انت شاكه ان الداتا دي اتسربت من اللابتوب بتاعك؟ النبي يا زياد الله يخليك انا مش عايزه اي كلام. ردي عليا بس. ايوه وبعدين؟ طب ينفع تاخدي اللابتوب ده بره الشركه؟ ليه؟ انا عندي اللي يفهم في الحاجات دي كويس، مش هتخسري حاجه. اوعدك هنرجع بالخلاصه. طب يلا. مالك لسه خارجة من الشركة مع زياد؟ وبعدين؟ الأونر عايزها ضروري. تفضلي يا ملك.
والله حضرتك تعبت نفسك جدا. لا دول شوية عصير وصايع، أنا أعملهم بنفسي، مش زي عصير الشارع والكراتين والحاجات دي. دوقيه وقولي لي رأيك إيه. اتفضلي. تصدق حلو فعلا؟ لا حلو قوي. لسه بقى لما تدوقي الغدا اللي انا قاعد بعمله من الصبح. لا 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 انا والله جاي اخلص حاجه وماشي. لا لا ما فيهاش، لا دي ده انا عامل لك دقيقه باميه ما اكلتهاش في حياتك. بس انا ما بحبش الباميه. خلاص نخليها طاجن باميه. ما هي باميه برضه. نخليها بطاطس. ها عموما كده كده الاكل هيتعمل والله. لو خلص وانتوا موجودين هتاكلوا وبالامر. تسلم ايد حضرتك. اشرب العصير الحلو قوي. اشربي. تعال يا حبيبي تعال. عايزك تفوق بقى كده وتركز معايا عشان عندنا ضيوف وتلم لسانك. ها يا عم انت لو مستريني من سوق العبيد مش هتعمل كده. اقعد لم لسانك اصبر. اوكي. ازيك يا حسين؟ اتفضل. عندنا ضيوف تعال. يا حبيبي ركز. بص اللابتوب ده اتسرب من عليه معلومات مهمة جدا، أنا عايز أعرف لو اتعمل له هاك ولا لأ، ومين اللي عمله وإمتى، ممكن؟ تحب كورس لو مع الأوردر يا فندم؟ إيه ده يعني أنت مش هتعرف تعمل حاجة؟ واحدة واحدة، أفوق وأفهم. زياد! فقت! تسلم إيدك يا زياد. سيبيني أنا الأشكال دي أنا بعرف أتعامل معاها كويس. بصوا بقى، أنا أقدر أعرف لكم الجهاز ده حصل عليه هاكينج ولا لأ. بأي طريقة وإمتى؟ مين بقى عمل كل ده؟ فدي بتاعكم انتوا. مش مهم نبدأ بس كده ونحاول نوصل لأي نتيجة وبعدين ربنا يحلها. اعمل لي شاي. لا بقول لك إيه، ما تتفردش وتتني عشان في ضيوف. فرصة لن تتكرر. ولا إيه يا ملك؟ ولا قول يا أستاذة. قول اللي أنت عايزه، بس والنبي انجزنا الله يخليك. كرهتها فيك أول ما فتحت بقك يا بعيد، انجز. معلش هو صعب شوية. ما تقلقيش القرد ده هو اللي هيوصلنا للي احنا عايزينه. يا رب يا زياد. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي احنا عايزينه دي؟ كام سامبوكسايا بقى انما وصايا. والله انا لسه ما خلصتش العصير اساسا. دول تصبيره بس. وبعدين هقول لك على حاجه، انت كل السامبوسك وبلعي بالعصير. ما هي في حكمه بتقول المقلي حلال العصير. اتفضلي. شكرا. بس انا والله مش قادره اكل ولا اشرب فعلا، ماليش نفس. لا 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 ما ينفعش تقولي كده معايا. ها لازم تاكلي وبلع بالعصير. ميرسي قوي. شكرا. ميرسي. بصي هو بابا كل 10 دقايق هيخش عليكي بحاجه تاكليها وحاجه تشربيها، فالاحسن ان انت تبداي تاكلي وتبلعي. تاكلي وتبلعي. ايوه زيد، بس انا فعلا مش قادره اكل ولا اشرب، انا ماليش نفس. يا بنتي انت بايته في الشركه من امبارح، يعني ولا اكلتي ولا شربتي، فكلي اتغذي. انا شايف هو احسن حاجه عنده السمبوسه بصراحه. بعدين يا سامح، كل ده ما وصلناش لأي حاجة؟ أكيد مالك هتوصل. أنت جايب الثقة دي منين يا مستر سامح؟ ساعتين يا سامح، وبعد كده هبلغ النيابة، وهم يشوفوا لهم صرفة في الموضوع ده. أعتقد كده إن عملت اللي عليا وزيادة.
ولو ما عرفوش مين اللي عمل كده هيحصل ايه؟ لو النيابه دخلت في الموضوع هتبقى مشكله كبيره. نيابه؟ هو الموضوع ممكن يوصل للنيابه؟ كلنا عقودنا فيها بند لحمايه سريه بيانات الشركه، بمعنى ان كلنا مسؤولين عن الداتا اللي تحت ايدينا. يعني النيابه لو جت هتحقق مع المسؤولين عن الداتا اللي اتسربت اللي هم ملك ومستر سامح، وكده ممكن يبقى في قضيه. يا نهار الاسود. الله ينور عليك يا حسين يا جامد. ايه وصلت لحاجه؟ مش يعني في الاول يعني المصلحه دي هتبقى بكام؟ طيب انجز يا حسين انجز، انت هتملى وفهمنا، ما تقولش كلام ما نفهموش. طيب من اسبوع تحديدا الساعه 3 وربع في فلاشه دخلت على الجهاز بتاعك عليها برنامج هاكينج. البرنامج ده بيخلي صاحب الفلاشه يدخل على الجهاز بتاعك ويعمل اللي هو عاوزه، ومحدش يقدر يكشفه الا على ايدين ادرجي زي ملك. مش فاكر حد اداكي فلاش ميموري في التاريخ ده؟ ملك كنت عايز الماتيريال بتاع شركه بلانكو عشان اخلص الريبورت بتاعي. ماشي هبعتها لك على الميل. لا الميل هياخد وقت طويل قوي، هيقعد يحمل كتير. بصي نزلها على الفلاشه. ماشي يا رفعت، مش قادر تستنى يعني؟ اتفضل. شكرا، تسلم ايديكي رفعت. طيب نسبتها عليه ازاي دي؟ تعرف تساعدنا يا سحس؟ لا 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 انا هتصرف في الموضوع ده. ايوه يا شيرين، هبعت لك مسج دلوقتي بتاريخ وساعه معينين، عايزاكي تروحي مكتب الامن تبصي على كاميرات المراقبه بتاعه المكتب بتاعي وتقولي لي كان بيحصل ايه ساعتها بالظبط. فاهمين؟ عايزك تطلع لي التسجيلات اللي عند مكتب استاذه ملك في الوقت ده. تمام اوكي. بسرعه والنبي يا فهمي. هو ده؟ ملك كنت عايز الماتيريال بتاع شركة بلانكو عشان اخلص الريبورت بتاعي. ماشي هبعتها لك على الميل. لا الميل هياخد وقت طويل قوي، هيقعد يحمل كتير. بصي نزلها على الفلاشة. ماشي يا رفعت، مش قادر تستنى يعني؟ ممكن لو سمحت ترجع ورا سنة؟ ايوه ايوه هو ده هو ده. ممكن تنزلولي على الفلاش دي؟ شكرا. الو ملك، انا لقيت الفيديو. حلو قوي يا شيرين، ما تعمليش اي حاجه بقى وانا جايلك على طول. باي باي. جماعه انا مش عارفه اشكركوا ازاي. تشكرينا بانك تقعدي معانا وتاكلي من اكلي وتقولي لي رأيك إيه بالظبط. والله حضرتك أنا فعلاً عندي شغل كتير جداً ولازم أمشي، بس أوعد حضرتك إن أنا حاجه تاني عشان أدوق أكلك. كده برضه؟ طيب. عموماً هنستناكي تاكلي معانا مرة، دوقي بس شوية سمبوسة. معلش يا بابا إحنا لازم نمشي على طول دلوقتي عشان نلحق المصيبة اللي إحنا فيها دي. طيب مفيش مانع تضربوا سمبوسك. اضربوا سمبوسك. معلش بقى هنقرف حسين معانا شوية كمان. قومي يا حسين، قومي البسي يا حبيبي. طب يعني كل بس اللمه دي في مصلحه ولا لله وللوطن؟ اللي انت عايزه. في السكه هنجيب لك حرنكش يا حسين. يلا حبيبي. زياده انا مش عارفه اشكرك ازاي والله من قلبي. انا ما عملتش حاجه، حسين اللي عمل كل حاجه، اهم حاجه بس نجيب له حرنكش في السكه. بحبه قوي. مظبوط الكلام ده؟ اه يا فندم مظبوط. ولا ما هو مظبوط؟ ما عرفتش توصل لي. اتفضل صفي حسابك وما اشوفش وشك تاني في الشركه. ودلوقتي يا جماعه انا عايز ملك وسامح ورفعت. شكرا زياد، شكرا حسين، اتفضلوا. سامح كلمي المباحث دلوقتي يجي ياخدوه. لا بعد اذنك يا مستر رائد بلاش نعمل كده. نعم يعني احنا نرقيه كمان ونسفره بره مصر في اي فرع من فروع الشركه بعد كل اللي حصل. يا فندم شركة أكوان المنافسة لينا
ازاي هيقدروا يتاكدوا ان الداتا اللي معاهم دي صح ولا غلط؟ عايزه تقولي ايه يا ملك؟ السوق كله لازم يعرف ان المعلومات اللي اتسربت دي مش حقيقيه وانها ملهاش اي لازمه ومش هيستفيدوا بيها. وعشان ناكد على كده هنرقي رفعت وهنسفره بره مصر كمان، فساعتها فعلا يتاكدوا ان المعلومات اللي معاهم دي مش حقيقيه وان دي كانت لعبه احنا عاملينها عشان ما يشكوش فينا. احنا مش عايزين نعاقب واحد وخلاص ونضر الشركه. حضرتك ممكن بعد فتره طويله تعمل اللي انت عايزه مع رفعت، بس الاهم اننا ننقذ الشركه من اي خطر علينا دلوقتي. فكرة كويسة يا ملك. حضرتك بتعمل ايه يا فندم؟ ده شيك. اكتبي الرقم اللي انت تستحقيه وكافئ ليكي. مش عارفة، حاسة ان في كلمتين كده ايه على لسانك مش قادر تقولهم. انت قرياني قوي كده بجد. باين عليك. يعني مش عارف، انا عايز اسالك على حاجه بس خايف لا تقولي لي ان انا ماليش دعوه وان ما يصحش اسالك او حاجه. لا مش هقول لك كده. وبعدين احنا خلاص عدينا مرحله الرسميات دي. ده انا كنت لسه بتغدى عندكم حتى. اه بصراحه وكلت كتير جدا، كان الموضوع غريب قوي. انا؟ لا بهزر طبعا بهزر. طب قول. انت حبيتي قبل كده؟ لا. معقولة يعني عمرك ما حبيتي ومش بتحبي يعني واحدة زيك يا ملك؟ معقولة؟ ما لقيتش يعني الشخص اللي لقيت نفسي معاه أو حسيت إن أنا عايزة أكمل معاه بقيت عمري. وأنت؟ والدكتور محرج علينا كلنا، ما حدش يجيب لها سيرتك. كانت حب عمري اللي كنت ممكن اضحي باي حاجه عشانه. كانت غلطت غلطه وسابتني بسببها. خنتها؟ كنت فاكر ان الخيانه ليها شكل واحد وصوره واحده، بس هي علمتني ان الخيانه ممكن يبقى ليها مليون شكل ومليون صوره. طب ليه ما حاولتش ترجع لي؟ حاولت كتير لدرجه اني حسيت انها خلاص بقت بتكرهني وقفلت الباب في وشي. وبعدها اضطريت اتجوز واحدة تانية. ايه؟ اضطريت تتجوز؟ هو في حد بيضطر يتجوز؟ يعني أنا عارف الموضوع صعب بيتشرح، بس أنا ساعتها كنت مرتبك جدا، ما كنتش عارف أنا بعمل إيه، أنا ما كنتش أنا لما البنت اللي بحبها سابتني. ما كنتش شايف، ما كنتش عارف أنا إيه اللي بيحصل لي. طب هو أنت عملت كده عشان تنساها يعني ولا تنسى اللي هي عملته فيك؟ مش عارف. أنا بحس إن مفيش حد بينسى واحدة بواحدة تانية، خاصة لو بيحبها بجد. بالعكس يفضل يدور عليها في 100,000 واحدة تانية وبرضه مش بيلاقيها. أنا شايفة إن أنت كنت ترجع تاني وتحاول ولا إنك تروح تتجوز. أحاول. أنا عملت كل حاجة لحد ما هي أجبرتني إني أعمل أكبر غلطة في حياتي. يبقى أكيد اللي أنت عملته فيها أكبر من إنها تفهم. محدش معصوم من الغلط يا ملك. كان ممكن جدا تديني فرصة تانية بدل ما انا دلوقتي حاسس ان انا بخطفها منها. مش عارف لما تعرف ان انا بعمل كده هتديني الفرصة دي ولا هتاخدها مني تاني. ايه سرحت في ايه؟ ايه؟ لا مفيش حاجة. انت سألتني سؤال وانا جاوبته، وانا بقى بسألك لقيتك يعني مش معايا اصلا. لا مفيش. طب انت ما جاوبتنيش. انا بحب واحدة بس مش قادر صراحة. ليه يعني؟ خايف يعني؟ عارفة لما تبقي شايفة حاجة كبيرة قوي قدامك وعارفة انك لو خدتي تجاهها اي خطوة غلط ممكن تضيع من ايدك؟ للدرجة دي؟ واكتر. تخيلي انه في حاجه انت بتدوري عليها وبعدين لقيتي حد في كل اللي انت كنت بتحلمي بيه واكتر. انا شايفه ان انت ما تترددش وما تخافش وتقول لها اللي جواك. انا كنت متجوز. نعم؟
وطلقت بعد سنة واحدة بس. اللي حبيتها دي كانت قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ مش مهم، المهم إن هي ملهاش بديل. بنتي دي هي اللي أنا لقيت نفسي معاها، لقيت نفسي فيها. أنا شايف إن أنت ما تترددش. تقول لها باللي أنت حاسس بيه. أحسن ما تضيع منك تاني. ميرسي قوي يا زياد. أنا اللي ميرسي، متشكر إنك قضيتي معايا الوقت ده كله، بجد ثانك يو. يعني ثانك يو وشكرا وميرسي، يعني التلات حاجات جملة واحدة. تصبح على خير. زياد، أنا موافقة أروح معاك حفلة بكرة. ليش بقى انت بتحبي الجاز ليه؟ عشان الجاز فيه ups and downs، يعني المزيكا بتعلى وبتهدى، بتاخدك كده في رحله زي الحياه، زي الحب. اه، اللي هو حبه فوق وحبه تحت. وصراعات، صراعات ما بتنتهيش. بس الحياه المفروض تبقى ابسط من كده، مش كده؟ يمكن، بس الحياه حياه برضه، الصراعات ما بتخلص. طيب جماعه، احنا هنبدا الكاريوكي دلوقتي. مين حابب يجرب؟ يلا يلا قومي. لا 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 لا، انا صوتي وحش جدا. متهيألك لازم تجربي. طب ثانيه واحده بس، طب جرب انت الاول. بعديكي على طول. يلا كمان. ميرسي. انتي رأيك ان انا ما ترددتش واقول لها كل اللي جوايا؟ انا شايفه كده. اصل يعني حتى لو النتيجه طلعت وحشه هتكون طلعت اللي جواك، ما تترددش عشان ما تضيعش منك الفرصه مره تانيه. بس انا خايف ترفض. ايه اللي محسسك انها ترفض؟ يعني خايف ما تبقاش جاهزه. ما تخافش وقول. عامة يا زياد، انا اتبسطت قوي النهارده، بالذات موضوع الكاريوكي ده. انا مبسوط جدا ان احنا قضينا الوقت ده مع بعض بجد. تصبح على خير. كده.
ملك، أنا قررت إن أنا أقول لها كل اللي جوايا، خلاص مش هتردد. ملك، أنا بحبك. تصبح على خير يا زياد. عن إذنك. يعني إيه يعني؟ مش فاهم. الفكرة بتاعت كريم هي أقرب فكرة للكونسبت اللي إحنا عايزينه. الفكرة بتاعتك أنت يا مصطفى، أنت وشيرين في حاجة ناقصة، محتاجين تبصوا عليها تاني. يا بص، أنت مش شايفة إن إحنا محتاجين ميزانية أكبر شوية عشان نعرف ننفذ الفكرة؟ ما تفكرش في الميزانية خالص، أهم حاجة إن إحنا عندنا أساس كويس. بص يا ملك، يعني بصراحة من أول ما داليا بدأت تحضر معانا وإحنا مركزين في موضوع تنفيذ الأفكار وميزانياتها أكتر من الأول، ودي حاجة معطلانا بصراحة. بالظبط. احنا الاول كنا بنجيب الفكره وبعدين نشوف هنطبقها ازاي بالميزانيه اللي معانا. احنا كده قلبنا الصوره. والله يا جماعه انا بنفذ الملك طلبه مني. عامه داليا خلاص، انا كنت محتاجاكي بس يومين معانا تشوفي الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي ممكن ترجعي القسم بتاعك ونشوف موضوع الميزانيه ده بعدين. زياد. ايوه. هو انت مش مركز معانا ليه؟ فين الانبوت بتاعك؟ اسف جدا، أنا مرهق شوية فقدرتش أطلع أي أفكار جديدة النهاردة. مرهق؟ آه. لا، لو مرهق تاخد أجازة. إنما طول ما أنت هنا تركز معانا وتدينا الإنبوت بتاعك. صاحبك مش على بعضه النهاردة. جات لك مقشرة يا ابن المحظوظة. هي دي اللي جات لي مقشرة. ما أنت عارف لما بيكون فايق أفكار بتعلي عليك. انت دايما بعديه. اديك النهارده بقى ايه، ركبت في الميتنج ودلدلت. لا لا، اسمع مني بقى، هو في ناس كده افكارهم حلوه في الاول انما بعد كده صحرا بيشطبوا بدري. المهم انها جات لك مقشره برضه. ملك يا زياد، فيك ايه النهارده؟ صاحبتك يا ستي هتجنني. ملك ليه؟ ايه اللي حصل؟ عمال احاول اكلمها من الصبح وهي مصدره لي وش رسمي مستفز جدا. وانتوا حصل بينكم اي حاجه جديده؟ قلت لها اني بحبها. وهي عملت ايه؟ ولا الهوا، سابتني ومشيت ولا كاني بتكلم. النهارده مش عايز تتكلم معايا خالص. ليه كده يا زياد؟ دي صربعه ممكن تبوظ لك كل حاجه. اعمل ايه بس يا شيرين؟ انا تعبت. بعدين انا كل لحظه بتعدي عليا وهي مش معايا بحسها سنه. فتقوم تعمل حاجه ممكن نضيعها منك تاني؟ تفتكري؟ معرفش يا زياد بقى، أنا كل أعرفه إن القرار الصح في الوقت الغلط بيقلب مصيبة. أنا موافقة. ملك، ملك. مساء الخير. مساء النور. أستاذة ملك. أيوة. ممكن الورد ده لحضرتك. عشاني؟ أو. مرسي. شكراً.
ملك انا بره، هتطلعي ولا اجيلك؟ ملك انا بره، هتطلعي ولا اجيلك؟ لا استنى، انا طالعه لك. اللي بيحصل ده بجد؟ هو ايه اللي بجد يا زياد؟ يعني هو فعلا انا قلت لك بحبك فانت قلتي لي انا موافقه، ولا انا اللي متهيأ لي، ولا انا بخرف؟ لا انت مش بتخرف. مالك يعني انت بتحبني زي ما انا بحبك؟ طب ليه طيب هربت مني؟ ليه ما خليتناش نتكلم؟ وليه اليوم التاني في الشغل عملتيني بطريقه خلتني اتجنن؟ ليه كل ده طيب؟ كنت متلخبطة يا زياد. طب دلوقتي؟ دلوقتي بحبك. مش ممكن تقولي تاني عشان ده شاف دخت كده وما سمعتش؟ يعني مفيش حاجة، مفيش حاجة مسكرة أو حاجة مملحة ولا أي حاجة؟ مش عارف تقولي. طيب هو بابا موجود فوق؟ أه ليه؟ عايز أطلب إيدك منه. إيه؟ إيه يا زياد إيه السرعة دي؟ سرعة ايه؟ سرعة ايه ده؟ انا ما صدقت. يلا بينا. طب ثانية واحدة مش جمع. استنى ما تجمعيش. مبسوطة يا ملك؟ ممكن ما ردش على السؤال ده؟ لا لازم تردي، انت طلعتي روحي بقى رد. اه وانت؟ مبسوط. مبسوط كلمة قليلة قوي على اللي انا حاسه ناحيتك دلوقتي. تعرف يا زياد انا بستغرب انا ازاي اتعلقت بيك في الوقت القصير ده، بس لما بسأل نفسي بقول مش مهم، المهم ان انا مبسوطه وخلاص. ربنا يقدرني اقدر اسيبك على طول. سلامتك يا أكتر واحدة بكرهها في حياتي. سرقتي؟ مبسوطة كده دلوقتي؟ كسبتي انتي كده صح؟ نفسي أفهم انتي بتعملي له إيه عشان يحبك قوي كده؟ ها؟ وبعدين ما هو سابك وجالي، بتجري وراه تاني ليه؟ عايزة منه إيه؟ بتعملي إيه؟ كنت بعمل إيه يعني حبيبي؟ جاية باركلك على خطوبتك، إيه يا جماعة؟ واحدة وجاية تبارك لجوزها على خطوبته، فيها حاجة دي؟ ملك انت كده بتعقديها وملهاش حل يا زياد. واطلع بره حياتي. وجودك اللي كان زمان سبب في سعادتي بقى دلوقتي بيضايقني وبيعكنني. انسان يا زياد، انسان عشان انا فعلا نسيتك. انت لسه بتحبيني؟ ما هو مش زرار بتدوسي عليه. لا زرار. عارف اسمه ايه؟ اسمه الخيانه. ملك انت فاهمه غلط. كل سنه وانت طيب. ملك انت بتعملي ايه؟ بعمل الصح اللي انا كان المفروض اعمله من زمان، عشان كل حكايه وليها نهايه، بس النهايه جت بدري قوي. زياد مش زي مدحت جوزك خالص، مالهمش علاقه ببعض نهائي. أنا من ساعة ما شفتك وأنا مش عايز أبقى مع حد غيرك. طب لو أنا عرفت يعني إن أنت بصيت كده ولا كده أعمل إيه؟ أنا ما ينفعش أبقى معاكي وأبص لحد غيرك. مش عايز تقولي حاجة؟ نفسي تعرف أنا شايفاك في عيوني إزاي؟ شايفاني إزاي؟ مش شايفة غيرك في حياتي. بنتي! افرح بيها بقى. معقول يا عريس سايب فرحك اللي انا بوظته لك وبتتصل بيا؟ انا هقتلك يا ريهام. مش هخلص من قرفك الا بموتك. ليه يا زياد؟ هو انا عملت ايه؟ ده انا يا دوب بس باركت لها على سرقتها ليك. انت عامله زي المرض اللي بيمسك في طرف من البني ادم، ما بيبقاش في حل عشان يعيش غير انه يتبتر.
يتقطع ونخلص منه خلاص عشان باقي الجسم يعيش. وانت هتقدر تعمل كده؟ والقرار ده اتاخر قوي. انت لازم تموت يا ريم. وهعون عليك يا زياد. وانت ايه؟ ما بتحسيش؟ انا مش بحس غير بيك انت وبس. خدها مني كلمة، انا مش هسيبك لحد تاني، وكل ما هتقرب لها اكتر كل ما هخربها عليكوا اكتر، ولو وصلت حتى اني اقتلها لك. هنرجع بيتنا القديم، وانا كلمت حد علشان ينظف البيت وكمان ينظف بيت اخويا، لانه احتمال ان ننزل اجازه بعد شهرين. كفايه المده اللي احنا قعدناها عنده. احسن خبر انا سمعته. انا بيتي وحشني قوي. انا طول الفتره اللي فاتت نفسي ارجع، بس كنت قلقانه من ملك. وفي الاخر رجعت وافتكرت كل حاجه. ما فيش حد بيهرب من قدر وروحية. إن شاء الله هتبقى كويسة. بس هنعمل إيه في اللي جاي؟ موضوع زياد ده مش هيتفتح تاني خالص. هي قالت لك كده؟ أيوه. حتى بعد ما عرفت اللي عمله عشانها وإنه حاول يتقرب لها تاني؟ وشايفانا كمان إن إحنا اللي ساعدناه في اللي حصل. أنا مش عارفة ملك طلع دماغها ناشفة لمين؟ لا، مش مسألة دماغها ناشفة. المشكلة إنها ما بتسمعش غير صوتها بس في الحاجات اللي تخص حياتها. طلعها لك بالظبط. لا، أنا في الأمور الكبيرة بستشير، لكن هي بقى لها حسابات خاصة في حياتها، ودايماً حاطة تجربة مريم قدامها وخايفة إنها تبقى زيها. ملك، ملك، انت فاكره يعني لو رحتي لاخر الدنيا مش عارف اوصل لك؟ غريبه يعني، ما جبتهاش وراك وانت جاي. مين دي؟ مراتك. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش مع بعض بالطريقه دي. دي مش مراتي، انا طلقتها قبل ما نتقابل صدفه تاني في الشركه. بس وفر اي كلام هتقوله عشان انا مش هسمعه. يعني انت نسيتي كل اللي حصل بينا الفتره اللي فاتت؟ نسيت اني حاولت ادخل حياتك كانها لاول مره؟ اكيد شفتي اني اتغيرت عشانك. لا معلش، انت لقيتها فرصه تانية عشان تفتح بيها بيبي تاني، زي بالظبط لو لقيت فرصه تانية هتخني تاني. هو انت فاكر ان انا نسيت اللي حصل؟ بس انا اتغيرت. اتغيرت عشانك مش عشاني. هو انت ليه بتعملي كده يا ملك؟ اللي احنا فيه ده انت سبب فيه. انت اللي دمرتي علاقتنا على فكره. خليتيني امشي في الطريق ده واجبرتيني عليه. انا ما اجرمتش عشان اخد منك كل المعامله دي. شفت انت ازاي شايف نفسك مش غلطان؟ الخيانه خطوه والخطوه بتجر خطوه. انا عايزه اسالك سؤال، لو انا كنت في نفس الموقف ده رد فعلك كان هيبقى ايه؟ دي اللي بتقوليه ده. شفت وشك قلب ازاي؟ طب اعمل ايه عشان تفهمي اني اتغيرت واني ندمان على اللي حصل؟ ما تعملش حاجه، انا اللي هعمل. تعمل ايه؟ هتشوف بنفسك قريب.
يعني لو ناوي تصطاد في المياه العكرة هي دي فرصة عمرك. ارشق بألف سلامة. كريم، هو مش انت عرضت عليا الارتباط قبل كده؟ اه. وانا موافقة. بعدين يا زياد، خلاص كده؟ خلاص ايه؟ خلاص قررت تستسلم للأمر الواقع؟ قررت تسيب ملك وكل اللي بيحصل؟ ايه؟ هتسيبها تتخطب النهاردة؟ كمال، أنا جيت هنا عشان مش عايز أسمع أي كلام من أي حد، مش عايز أتكلم في الموضوع ده خالص. برضو هتعمل زي أول مرة، شوية زهق وتسيبها وتشوف واحدة تانية وبعد كده ترجع وتندم. أعمل إيه يعني يا كمال؟ طاقتي خلصت، تعبت وزهقت. والله اللي أنا أعرفه إن اللي بيحارب عشان خاطر حتة أرض بيعمل كل حاجة عشان خاطر يوصل لها، مش يسيبها بمجرد ما الرصاص اللي في سلاحه يخلص. شايف؟ شايف أخوك الصغير؟ جاب من الآخر. أنتوا عايزين نعمل إيه يا جدعان؟ مش عايز أتكلم في الموضوع. راح فين يا زلمة؟ رايح في 60 داهية وسايب لكم الدنيا كلها. احساسك ايه دلوقتي؟ احساسك ايه دلوقتي؟ قولي احساسك ايه وانا قاعده مع راجل تاني في الكوشه وانت شايفني؟ متشكره قوي يا كريم. وانا لو فهمتك صح، انت عاوزاني امثل ان انا برتبط بيكي، مش كده؟ عموما انا موافق يا مرك. كريم، أنا عارفة إن أنا بطلب منك طلب غريب. أنت مش محتاجة تشرح، أنا ما أقدرش أرفض لك طلب. أنت حاسس نفس إحساسي اللي أنا حسيته بالظبط أما شفتك يوم فرحك على ريهام، وفي نفس قاعدي بالظبط. ساعتها ما صدقتش نفسي، مشيت زي المجنونة، مش قادرة أصدق إنك تخليت عني بالسرعة دي. أنا حاولت معاكي كتير وأنت كل شوية تقفلي الباب في وشي. بس أنت ما حاولتش كفاية، زهقت ورميت نفسك في حضن واحدة تانية. ساعتها لما شفتك مع واحدة تانية غيري حسيت كأن الدنيا اتقفلت في وشي. عملت الحادثة اللي فقت منها ووهمتهم كلهم إن أنا فقدت الذاكرة. ليه؟ بس الحقيقة إن ده ما حصلش. أنا ما نسيتش عشان أفتكر، عشان اللي أنت عملته ما يتنسيش يا زياد. وساعتها تحديت نفسي إن أنا هعيشك نفس اللي أنا عشته. أقول لي كده، انت حاسس بايه؟ دور جوه نفسك. انا اقول لك، انا عارفه انت حاسس بايه، عشان الاحساس ده انا حسيته كل يوم من ساعه ما اتجوزت ريهام وخنتني. رد عليا، قول لي انت حاسس بايه. كل اللفه دي يا ملك عشان تنتقمي مني؟ كنت ضربتيني بالنار أحسن. أظن الإحساس اللي أنت حاسس بيه ده أسوأ من ألف رصاصة.
وأنا متأكدة من الكلام ده عشان أنا حسيت بيه. طب أنت كده يعني كسبتي؟ يعني الحرب دي خلصت لصالحك مش كده؟ مستنية يا ميمي إيه دلوقتي؟ مستنية إن أنا أبارك لك مثلاً؟ مبروك يا ملا. قوي الشقة دي. لا وذوقها كمان أوحش. صغيرة كمان ولا أنا بتهيألي؟ بقى هي دي بقى الشقة اللي أنت كنت هتتجوز فيها أنت وملك؟ خسارة. إيه اللي جابك هنا يا ريم؟ وعرفتي مكان الشقة دي إزاي؟ زيادة أنا مفيش تفصيلة عنك أنا معرفهاش. عيب لما تسأل سؤال زي ده. أنا بس جيت بصراحة عشان كان نفسي أسألك سؤال واحد. قولي حسيت بإيه بقى لما شفت ملاك بتتجوز واحد تاني غيرك؟ أنتي السبب في كل اللي حصل ده. لو أنتي ما كنتيش موجودة كانش هيحصل أي حاجة من ده. بس أنا كنت موجودة. كنت موجودة وحفضل على طول موجودة. وانت ايه؟ انت ما زهقتيش؟ ما تعبتيش؟ انا خسرت كل حاجه. انت الكابوس اللي مش عايز يخلص ابدا. ليه؟ ليه؟ تصدق ان انا مبسوطه؟ والله العظيم مبسوطة جدا كمان. مبسوطة عشان شايفاك مكسور زي ما كسرتني. والله العظيم مبسوطة. عشان أنا ما استاهلش. والله أنا ما استاهل كل اللي حصل فيا. أنا غلطتي الوحيدة إن أنا حبيتك بجد. وانت كسرتني قوي وذلتني قوي. مشكلتي الوحيدة ان انا كنت بعدي كل ده بس عشان بحبك وانت ولا قدرت. بس انا دلوقتي مبسوطة. ايوه حاسة ان حقي بيرجع لي. بس انا بقى عندي فكرة حلوة. عندي فكرة حلوة جدا هتريحني. عشان زي ما أنا ما كنتش عرفت أبقى معاك في حياتك أنا هفضل الشبح اللي هيطاردك بقية عمرك كله اللي مش هتعرف تخلص منه أبدا. أنت عندك حق يا زياد. أيوة عندك حق. لما يعدموك وتجيلي هنعيش سوا هناك. ريهام عقلي. ريهام عقلي. تعبت. طيب طيب خلاص خلاص يا ريهام. خلاص يا ريهام خلاص خلاص ما تلاقي. بلاك انا بحبك قوي قوي.
الشبح اللي هيطردك لحد ما تجيلي. ريهام ده وقته. ايوه نعم ايوه يا فندم. انا والدها خير. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا مجنون انت؟ اتكلم يا ابني، قتلتها ليه؟ لا لا انا ما قتلتهاش. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. الناس بتقول ان مجني عليها وقعت من البلكونه، وشافوك ظهرت في البلكونه بعد وقوعها على طول وبلغونا. احسن لك اتكلم عشان نفهم في ايه. انا ما قتلتش. هي سكينه نازل يجري عليها. استاذ انت مين يا استاذ؟ وازاي دخلت هنا؟ الكلب ده عمل لي بنتي. انت ابو رهام؟ بقى الله يا استاذ. بقى الله. بقى الله في لا 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 ده كابوس. كابوس هفهم منه. انا من خوفي عليها بيجي لي كابوس. كنت مفهوم منها. بقى الله. بقى الله في مين يا شيخ؟ فين؟ تقرير المعمل الجنائي بيثبت ان بصماتك موجوده على السكينه اللي اتقتلت بيها المجني عليها. انا زي ما شرحت لحضرتك. يعني المجني عليها كانت جايبه السكينه معاها. بالظبط يا فندم. يعني انت عايز تقنعني يا زياد ان المجني عليها موتت نفسها عشان انت مش عايز ترجع لها؟ ريهام يا فندم في الفتره الاخيره ما كانتش طبيعيه. ولو مباحث نزلت عملت تحريات عنها هتثبت ان هي في الفتره الاخيره دي كانت تصرفاتها كلها غريبه جدا. بس مش لدرجه ان هي تقتل نفسها يا متر. خلينا اكون واضح معاك، كل الكلام اللي زياد بيقوله ده من غير دليل ولا لاي لازمه. مفيش اي فيديو، مفيش اي شاهد على الواقع يثبت الكلام ده. معاك اي حاجه تثبت ده كلام موكلك؟ لا يا فندم. بس مفيش بس يا متر، انت اكتر واحد عارف كده. بصمات موكلك موجوده على السكينه اللي اتقتلت بيها المجني عليها. ده غير طبعا الكلام اللي بيقوله ده مفيش اي حد هيصدقه. انا مضطر اجدد له 4 ايام على ذمه التحقيق لحد ما يوصل تقرير تشريح الجثه. ممكن اقعد؟ شيرين لقيتك مش بترد على الموبايل، قلت ارخم عليك واجي لك لحد هنا. معلش حقك عليا، بس مشغول جدا. كامل هو انت اتضايقت ان انا جيت لك لحد هنا؟ لا طبعا، بس في ايه؟ زياد متهم في جريمه قتل. ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا شيرين؟ قتل؟ من ضمن الحاجات اللي اتحرزت مع المجني عليها تليفونها، ولا يعني مكالمات متسجله ما بين المتهم والمجني عليها. مكالمات عادية يا فندم ما بين موكلي وطليقته. والمكالمات العادية دي يا متر بيكون فيها تهديد بالقتل؟ أنا هقتلك يا ريهام. مش هخلص من قرفك إلا بموتك. ليه يا زياد؟ هو أنا عملت إيه؟ ده أنا يا دوب بس باركت لها على سرقتها ليك. أنت عاملة زي المرض اللي بيمسك في طرف من البني آدم. ما بيبقاش في حل عشان نعيش غير إنه يتبتر. يتقطع ونخلص منه خلاص عشان باقي الجسم يعيش. وأنت هتقدر تعمل كده؟ والقرار ده اتأخر قوي. انت لازم تموت يا ريهام. وهعون عليك يا زياد. ايوه يا فندم، بس دي مكالمه ساعه غضب، يعني اكيد ما اقصدش ان انا هعمل كده بجد. وانت شايف كده برضه يا متر؟ يا فندم اللي حصل اليوم ده انها كانت السبب في خناقه كبيره جدا ما بين زياد وخطيبته. يعني تقدر تقول حضرتك كده ان هي بوظت حفله الخطوبه بتاعته. يعني غضب لحظي مش اكتر من كده. ما هي دايما الحكايه ايه؟ تبدا بلحظه غضب. معناه ايه يا فندم الكلام؟ معناه ان مش بس بصماتك اللي موجوده على السلاح اللي اتقتلت بيه المجني عليها،
لا ده كمان بقى في دليل عندك دافع انك تقتلها. كده مش ناقص غير تقرير تشريح الجثه والقضيه كلها هتروح على المحكمه. طمني يا زياد. ما تبقاش تيجي كتير يا بابا هنا خلاص ملوش لزوم. مالكش دعوه انت بيا، قول لي انت عملته ايه؟ في ايه يا كمال؟ تجديد حبس. ان شاء الله هتفرج وهتخرج من الحكايه دي ان شاء الله بالسلامه والله العظيم. وافتكر هتقول ان ابوك قال. الموضوع عمال يتعقد اكتر. هاي يا انكل طمني. الحمد لله. كمان ممكن اكلمه؟ انا عايزه اشوفه، انا عايزه اقعد معاه لو سمحت. هحاول اشوف مع وكيل النيابه اذا كان هيسمح ولا لا. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اطمن عليك. مش عايزني اطمن عليك؟ لا مش عايز. طب ثانية واحدة عشان خاطري اقعد. اقعد نتكلم مع بعض شوية. طمني عليك. أنا كويس. حاجة تانية؟ في إيه يا زيادة؟ وأنت ليه بتعاملني كده؟ مش عايز أتكلم مع حد. مش عايز أشوف حد. بس أنا مش حد. كنتي ما بقيتيش. بلاش نتكلم في الحاجات دي دلوقتي. خلينا نفتح الجرح اللي بينا ده بعدين، بعد ما نعدي الأزمة اللي انت فيها دي. ولا دلوقتي ولا بعدين. كل اللي بينا انتهى لما عملتي اللي عملتيه، وانا قلتلك ان انت كسبتي. خلاص سيبيني في حالي بقى. أنا حالك يا زياد. أنا حالك. عشان خاطري بلاش نتكلم في الحاجات دي دلوقتي. أنا عارفة إنك متضايق. بس خلينا نتكلم في الحاجات دي بعدين لغاية أما نعدي المشكلة دي. اللي أنا فيه. أنا متهم في قضية كل حاجة فيها ضدي. خلاص. سيبيني سيبيني يا ملك و ما تضيعيش وقتك اكتر من كده معايا. بس انا عارفه انك ما عملتش كده. يمكن عملتها. مش انا برضه الشخص اللي خانك وقلتي انه مش نفس البني ادم اللي عرفتيه وحبيتيه؟ انا برضه عارفه انك ما عملتش كده. انا هفضل جنبك ومش هسيبك لوحدك لغاية ما تخرج من هنا. أنا مش عايز حد. مش عايز حد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. وقال الله. وقال الله. سلامتك. أنا فين؟ أنت في المستشفى، أنت في غيبوبة بقالك فترة. في غيبوبة؟ أنا لازم أمشي حالاً. تمشي تروح فين؟ أنت حالتك مش مستقرة. لازم أمشي حالاً، أنا شفت كل حاجة لازم أتكلم. تعالي. خلاص يا عيال. خلاص. خلاص ما تلاقي. سيبها رايح. سيبها رايح. اهدى كده يا استاذ سليمان وخد وقتك عشان افهم منك انت عايز تقول ايه. بشوف حضرتك انا راجل قاعد لوحدي ما وريش حاجه اعملها غير من الشباك ده للشباك ده للبلكونه، بسلي نفسي من الملل، اتفرج على الناس اللي في الشارع، البلكونات اللي حواليا، وانا بالصدفه شفت اللي حصل في الشقه اللي قدامي دي بالتفصيل. يا علي خلاص يا عم. خلاص خلاص ما تلاقي.
سيبها رايح. سيبها رايح. وربنا يشهد ان انا بقول الحق. انا لا اعرف ده ولا دي. انا كل الحكايه عايز انقذ واحد من حد المشنقه. ايه اللي قعدك المده دي كلها وما جتش؟ شوف حضرتك، بص في الورقه دي. انا كنت في غيبوبه في المستشفى. اللي انا شفته ده خلاني احس بنغزه في صدري هنا، وقعت اغمى عليا وما خرجتش غير النهارده الصبح. محمود، لو سمحت عايزك تستعجل لي التقرير النهائي لتشريح الجثه فضيله زياد سالم. بسرعه. طمني يا انكل، ايه الاخبار؟ الحمد لله. احنا كنا فين؟ شاهد وكانه ملك نزل لنا من السماء، ملك وكانه شاف كل حاجه عشان يقف جنب زياد. يا سلام. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرج. طب هم جوه دلوقتي؟ هم جوه دلوقتي شويه، كل حاجه هتبان ان شاء الله. خير خير خير. اظن كلام الاستاذ سليمان بيأكد كل كلمه قالها موكلي. علشان كده انا استعجلت التقرير النهائي لتشريح الجثه. التقرير ده فيه ايه؟ التقرير ده يا سيدي بيأكد كل الكلام اللي انت قلته والكلام اللي قاله الاستاذ سليمان، ان المجني عليها هي اللي طعنت نفسها بالسكين، لان ده واضح في تشريح الجثه ان الزاويه وتفاصيلها مش ممكن اي حد تاني يكون عملها، لازم تكون هي اللي طعنت نفسها. يعني كده موكلك خلق سبيل، بس في شويه اجراء لازم تخلصها وترجع لي هنا تاني. مبروك يا زياد. مش عارف اشكر حضرتك ازاي. يا ابني تشكرني على ايه؟ انا قلت الحقيقه. ده انا اللي متاسف اني اتاخرت عليك، بس الحمد لله لحقناها. مبروك. يلا يا سيدي، مستني ايه؟ ده كلهم بره هيتجننوا ويشوفوك. مش هينفع. مش هينفع؟ انت لما تخلص اخرج وقول لهم ان احنا عندنا شويه اجراءات كده نعملها وبعدين نروح لهم. اجراءات ايه؟ ما احنا خلصنا كل حاجه. وبعدين اللي بره دول ابوك واخوك وملك، مش كده؟ ايوه يا ملك. انا مش عايز اشوف حد. زياد، يلا يا كمال، لما تخلص عند وكيل النيابه اخرج مشيهم. قول لهم ان احنا نحصلهم. معلش عشان خاطري. حاضر. ماشي. طمني يا كمال. الحمد لله كله خير. يلا روحوا انتوا بقى. يعني ازاي نروح ونسيبكم انتوا؟ انا هجيب واجي، ما تقلقش. عم انت مخبي علينا حاجه تانية يا كمال؟ والله مش كده، بس هما ساعتين هنخلص الاجراءات والورق ونيجي وراكوا على طول. كمال هو مش عايز يشوفني صح؟ ما تكبروش الموضوع، خلاص هنيجي وراكوا. طيب بص، انا هاخد مالك ونسبقكوا على البيت، وانت وحسين وهاتوا تعالوا. عامل لكم صينيه سمك سهليه، انما ايه، زيت وليمون، حاجه محترمه حلوه قوي. الله يخليك. يلا يلا اتفضل. يلا يا ملك ما تقلقش، انا هجيبه واجي على طول. يلا. طب هما كده اتاخروا ولا انا بافور ولا ايه بالظبط؟ لا بصراحه هما اتاخروا قوي. طب ما اتكلم كمال تشوف في ايه وايه اللي اخرهم كده. وصلوا. يا حسين، هو زياد فين يا كمال؟ ايه ده، انا جاي لوحدك يعني، امال زياد فين؟ في ايه يا كمال؟ ما تقلقوش، الحمد لله خرجنا، بس زياد كان عايز يروح مشوار. مشوار ايه ده؟ بصراحة ما قاليش. أو تمسكه لوحده يعني ولا ايه؟ يا عمي ما أنا حسيت إن هو عايز يقعد لوحده فقلت أسيبه يعني. ما تقلقش خير. طب هيكون راح فين؟ أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ إيه اللي جابك هنا؟ انت عرفت ان انا هنا ازاي؟
بتراقبيني؟ أنا مش محتاجة حد يقولي أنت فين. أنا كنت واثقة إن أنت هتعمل كده. اللي حصل ده أنت مالكش ذنب فيه. اللي حصل إن في واحدة ماتت. واحدة ماتت عشان كانت بتحبني. اللي حصل إن أنا خرجت منها بالصدفة. خرجت منها بالصدفة إن أنا كان ممكن أحصلها. حصل إن ما كانتش في حاجة تستاهل كل ده. صعبناها قوي ملك. صعبناها قوي. طب ممكن بعد إذنك نروح نقعد في حتة مع بعض نتكلم؟ لو سمحت من فضلك. ممكن؟ أنا ما عنديش أي استعداد نتكلم في أي حاجة دلوقتي، لأني عارف إنك محتاج تنام لك يجي شهر أو شهرين كمان. حقك. أنا بس عاوز أقول لك حاجة واحدة بس. أي إنسان مننا معرض لأن تحصل له معنى أو أزمة تكون كبيرة برضه. بني آدم ما بيتعلمش بالراحة. مشكلة بقى ما بتبقاش في المعنى أو الأزمة اللي هو دخلها دي. مشكلة بتبقى في إزاي نخرج منها. إزاي نفوق منها. مش نخرج منها على محنة تانية أو من معنى الأزمة أو من حفرة لتحضيرها والحاجات دي. عشان كده عاوزين نهدى. نهدى قوي. ما ناخدش أي قرار واحنا في الحالة دي. سواء كان قرار بقى بيتعلق بحياتك أو بشغلك أو بمالك. لأن غالباً هيبقى غلط. وهتندم عليه بعد كده. يبقى مفيش قدامنا غير اننا نهدى، ركز، ولما نفوق نبتدي ناخد القرار اللي يناسبنا. اتفقنا؟ ربنا يسهل يا بابا، ربنا يسهل. طيب، هسيبك انت تنام دلوقتي شويه، ولما تقوم اعمل لك مفاجأة جامدة قوي. قول لي ايه؟ قول لي ايه هي المفاجأة؟ ايه؟ صينية كنافة بالقشطة. حاجة. ماشي. يلا. يعني ايه يا جماعة نازل من الفجر وما تعرفوش عنه حاجة؟ أنا برضو قلقان عليه قوي. وسالم هو اللي عمال يهديني. أيوة طبعا لازم أهديك، لأن فاهمه كويس قوي. زياد عمل زي اللي اتضرب على دماغه ضربة جامدة قوي. لا عارف يفكر في حاجة ولا عارف يستطعم أي حاجة. ما عشان كده إحنا لازم نفضل جنبه عشان نعرف هو بيفكر في إيه وبيعمل إيه. خيرا حد نصفني في اللي بقوله. سامع يا بابا؟ سامع، بس ده لا يمنع إنكوا غلط. زياد بيمر بنفس الأزمة اللي أنا مريت بيها وأنا شاب. أيام ما كنت في سنه. نفس الحكاية بالظبط. وعلى رأي المثل الواد لأبوه. عشان كده بقول لكم أنا فاهمه كويس قوي وأعرف أحلها معاه. بلاش قلق بقى. لا لا أنا مش مطمنة. أنا حاسة إن هو بيفكر في قرار. مش متلخبط وخلاص. إيه يا زياد التأخير ده كنت فين؟ كنت في مشوار. ايه؟ مش هتسلم على ملك ولا ايه؟ اهلا ملك، ازيك؟ انا كنت قلقان عليك وكنت عايزه اطمن. عموما طمن، انا خلاص قربت اخلص اجراءات السفر وقريب اسيب مصر ومش هرجع تاني. ايه اللي انت بتقوله ده يا زياد؟ تسافر وما ترجعش تاني هنا يعني ايه؟ خلاص يا حسين، انا ما بقاش ليا حاجه هنا، كفايه. طب وانا اخوك مالك ايه زياد؟ احنا مش لسه متكلمين في الموضوع ده امبارح، وقعدنا رغينا كتير مع بعض، اتفقنا على حاجات، خلاص نمنا وصحينا الصبح تقرر كده انك تمشي وتسيب الدنيا وتشتغل بدماغك كده وخلاص؟ ايه
احنا مش همينك ولا همك حد كده. انا كده هبقى مرتاح يا بابا. لا ما يريحش طبعا انت بتقوله ده. يريحش خالص. انت بتفكر غلط. قلت لك قبل كده 100 مرة ما تفكرش وانت في حالة ما تسمحش بالتفكير. انت غلط. هو انت يا زياد عايز تكرر نفس الغلطة؟ دي الغلطة اللي خلتنا نبعد عن بعض. انت اخر واحدة تتكلمي على الغلط بعد اللي عملتيه. يعني ايه انا اخر واحدة؟ يعني انا ما كنتش عايز اتكلم في اي حاجة من اللي حصلت دي. واللي انت كنت السبب فيها من الاول مش انا. انا يا زياد؟ ايوه انت. صعبتيها قوي يا مالك. صعبتيها لدرجة ان خلاص ما بقاش ينفع انا وانت نبقى في مكان واحد. احنا دمرنا بعض. في الوقت اللي انا كنت بحارب فيه العالم عشان ارجع لك تاني واثبت لك اني اتغيرت، كنت انت بتتفرجي عليا ومبسوطه قوي. يا زياد انا مش عايز اسمع منك كلام ومبررات. انا اغلط، لكن الغلطه اللي غلطتها ما كانتش تستاهل كل اللي حصل فينا ده. ملك، على قد ما حبينا بعض، على قد ما نهينا اي امل ان احنا نبقى مع بعض تاني. يا زياد انت بتقول الكلام ده عشان شايفه من وجهه نظرك بس. زي ما انت شفتيه من وجهه نظرك لما عملتي اللي عملتيه. وبعدين انتوا مش حاسين بوجود كبير في وسطيك ولا ايه؟ ماشي انا هضطر استاذن انكر عشان اتاخرت. استني يا ملك بس، ما ينفعش. انا كنت عايزه اطمن على زياد. وخلاص اطمنت. فكرة أنا مش هسألك وأقول لك إيه اللي أنت عملته ده ولا هتكلم خالص. الأهم بالنسبة لي دلوقتي إنك تنزل ورا ملك، لأن ما ينفعش تتكلمه بالطريقة دي. وحتى لو هتنهوا العلاقة اللي بينكوا، إن هو كأي اتنين بيحبوا بعض مش كأي اتنين عرفوا بعض وخلاص. انزل ورا ملك يا زياد. ايه؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير ولا ايه؟ تسمع الكلام يا عم. مش أنا السبب في اللي احنا وصلنا له. أي كلام هيتقال بينا مش هيفرق. القصة ما كانتش تستاهل كل اللي عملتيه يا ملك. أنا شفتك وأنت بتبص عليا لما كنت عروسة لواحد تاني غيرك. ما كانش في أي كلام يتقال يخليك تحس باللي أنا حسيت بيه. غير إنك تعيش نفس الموقف. عشان تعرف أنت قد إيه وجعتني. قد إيه أنت جرحتني. ملك، انت ما شفتيش انت وصلتيني لحد فين؟ انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل عشان تسامحيني. كان نفسي تعمل اكتر. كان نفسي احس ان انت ما تقدرش تستغنى عني. بس للاسف انت استسلمت ورحت اتجوزت البنت اللي عملت كل ده بينا. انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل عشان تسمعيني. عملت كل حاجة ممكن تعملها عشان تفهمي إن أنا بعترف بغلطي. هو الغلط ده أنت عملته ليه أصلاً؟ ليه عملته وأنت عارف إن دي حاجة بتوجعني جداً؟ وأنا لما قررت أكذب وأقول إن أنا فقدت الذاكرة،
كان عشان انا مش عايزه حد يقول لي معلش. انسي، هو مش من نصيبك وانا مش هعرف انساك وما ينفعش انساك. ده حلو مالك انت جواكي كل ده، قلتيهوش من الاول ليه؟ عشان ما كانش ينفع يتقال، كان لازم انت تحس بيه، كان لازم انت اللي تفهمه. بس خلاص ادي قررت تهرب تاني وتسافر. اهرب؟ ايوه تهرب يا زياد. انت عمرك ما واجهت اي مشكله، مشكله انت السبب فيها. انا لما قررت اهرب واسافر قررت اهرب عشان انتي دوستي عليا قوي، زي ما انتي كنتي مش عايزه حد يطبطب عليكي ويقولك ان انا مش من نصيبك، انا برضو ما كنتش عايز حد يطبطب عليا ويقولي انساها انها نسيتك، وبرضو ما كنتش عايز حد يقولي الكلمه اللي انتي قلتيها لي في الشركه، خلي عندك كرامه، احنا الاتنين دمرنا بعض يا ملك. واضح قوي ان خلاص مبقاش ينفع نكمل، عشان ولا انا ولا انتي هننسى اللي حصل ما بيننا، و تاري لازم نبعد يمكن نستريح. صح عندك حق، أشوف وشك بخير إن شاء الله. شكرا. رغم إن أنا متضايقة منك بس أول ما قلتيه ننزل أنا جيت لك على طول. متضايقة مني ليه بس؟ يا سلام يا ملك، يعني انتي مش عارفة؟ انتي مختفية ولا بتسألي عني ولا كأن ليكي صاحبة اسمها شيرين أصلا. معلش والله الدنيا متلخبطة معايا قوي اليومين دول. لسه موضوع مريم؟ مريم وزياد كل حاجة متلخبطة. هو حقيقي اللي أنا عرفته ده؟ وإيه اللي انتي عرفتيه؟ كمال قال لي إن بكرة زياد مسافر شرم الشيخ، هيقعد مع واحد كده عنده شركة في دبي، هيمضي عقده وياخد تكت الطيارة. أنا فاكرك عارف، دي شيرين هي اللي قايلها لي. هي قالت لك إيه بالظبط؟ قالت لي إن في رجل أعمال مالك بتعمل له الكامبين بتاعت شركته، وعرض عليها الجواز. وهي المفروض مسافرة بعد بكرة شرم الشيخ عشان يخلصوا بقية الشغل. وتوافق على طلبه. يعني معقولة؟ بعد كل ده حكاية مالك وزياد تخلص بالشكل ده؟ يعني لما يجي فرصة تانية إن أنتوا تتقابلوا هتضيعوا من بعض تاني؟ والمرة دي غير كل مرة. لو ضاعت منك مش هتلاقيها تاني. أنا من رأيي إن أنت تفكر في الموضوع تاني. أفكر في إيه؟ تلحقوا بعض يا ملك، تلحقوا بعض عشان أنا متأكدة إن دي آخر فرصة خلاص. أهو كده اللعبة ماشية زي ما إحنا مرتبينها تمام. طب وتفتكروا هيعملوا إيه؟ الكورة دلوقتي في ملعب، لو ليهم نصيب في بعض مش هيضيعوا اخر فرصه ليهم. على العموم بكره كل حاجه هتبان، بس انا عايز افهم حاجه، انتوا ليه وصلتوا اللعبه لغايه شرم الشيخ وما عملناش هنا؟ الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه الا اذا تعب وراح لها بالمشوار، وده احنا رتبنا المشوار. على الله يلحقوا بعض قبل ما تضيع فرصتهم. تلحقوا بعض يا ملك، تلحقوا بعض عشان أنا متأكدة إن دي آخر فرصة خلاص. والمرة
تعوضي غير كل مرة يا زياد. لو ضاعت منك مش هتلاقيها تاني. فكر تاني. خير على فين؟ انا رايح شرم الشيخ يا بابا. شرم الشيخ؟ طب والمسقعه اللي انا عاملها دي؟ خليها في التلاجة دلوقتي. سلام. خطتي نجحت يا ابن ال رايح فين يا ملك؟ رايح شرم الشيخ. شرم الشيخ دلوقتي؟ ليه؟ رايح الحق اللي فاضل من الحكاية. أنا جيت لغاية هنا ومعرفش هي فين بالظبط. ألو، هاي شيرين. شيرين ممكن تقولي لي يا ملك فين بالظبط في شرم؟ ايوه يا كمال. بص انا لقيت نفسي في شرم الشيخ. بس انا بعد ما جيت مش عارفه الاقي زياد فين. ما تعرفش ممكن الاقيه فين؟ هو قال لي ان هو في ميفن بيك جولف شرم. ما هو كلمني وهو بياكل في المطعم هناك. طيب اوكي يلا. ملك وصلت وزياد كمان. طب قلت له اللي احنا اتفقنا عليه؟ حصل كده، احنا ماشيين زي الخطه بالظبط. حلو قوي. زياد، ملك، لو بتتفرجوا على الفيديو ده سوا دلوقتي يبقى الخطة اللي عملناها نجحت وقدرنا نقعدكم مع بعض عشان تحلوا أموركم مع بعض، تراجعوا حساباتكم، لأن مهما قلنا لكم بطلوا دلع أنتوا مش هتبطلوا دلع، ومهما دورنا لكم على حلول مش هنعرف نقنعكم. الحل في إيديكم أنتوا. يعني حكايتكم الطويلة دي اللي كانت مليانة لخبطة ما ينفعش أبدا إنها كانت تنتهي بالطريقة اللي انتوا كنتوا عايزين تنموها بيها. عشان الدنيا لازم تكون أبسط من كده. عشان الحب اللي جمعكم سوا يستاهل تدوله فرصة تانية وتالتة. طالما هو موجود أي حاجة تانية ممكن تتحملها. أنا كنت قلت لك قبل كده إن الحب ما فيهوش لا عقل ولا حسابات ولا منطق. الحب ما فيهوش غير سؤال واحد وبس، انتي حاسه بايه؟ لو انتوا الاتنين سالتوا نفسكم نفس السؤال هتلاقوا الاجابه، انكم ما تقدروش تستغنوا عن بعض. اللي عرفته عن حكايتكم يخليني ما اتمناش ان انتوا تبعدوا. اصلا ما ينفعش ان انتوا تبعدوا. اتنين زيكم بعد اللي عديتوا بيه ما ينفعش غير انه يتقفل عليكم باب بيت واحد. انت عارفه ان الواحد وهو جوه الحكايه غير وهو براها. بس حكايتكم اللي حبيناها واحنا بنسمع تفاصيلها ما ينفعش ابدا تخلص بالطريقه البايخه دي يا ملك. ولازم تكملوا انتوا سوا. ملك، انت مره كنت قلتي لي ان الواحد لما بيحب بيقعد يدور على وش اللي بيحبه في وسط 1000 واحد حواليه وعمره ما بيلاقيه، وعشان كده انت مش هتبقي سعيده غير لما تشوفي الوش اللي انت بتحبيه. وانا ما اتمنالكيش في الدنيا دي اكتر من ان انت تكوني سعيده.
عشان كده انا عاوزك تاخدي الفرصه دي، ما تضيعهاش من ايدك. احنا ليه عملنا ببعض كل ده؟ تفتكر لو اتكلمنا في اللي فات هنقدر نوصل لحاجه؟ يعني ننساه وكأنه ما حصلش؟ عمرنا ما هننساه، بس ما ينفعش نفضل واقفين قدامه. لازم نبص لبكره. انا وصلت لمرحله ملك حاسس فيها اني اتهزيت، مش عارف لو اتنين زينا ممكن يبقى ليهم بكره بعد كل اللي حصل ده ولا لا. هتقدر بكره بتاعك ده يكون من غيري؟ مفيش بكره ملك من غيرك. فايه هي فايه دي بقى هي المشكله ملك؟ أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك، لكن السؤال بتاع فائدة يعني بيقلقني شوية وبيربكني كده. أنا أكتر منك كمان. فإيه؟ نتفق إن اللي عملناه في بعض ده عمره ما هيتكرر تاني أبداً، وإننا هنتفاهم وهنكمل بعض، ومش كل واحد يشوف الحكاية من وجهة نظره بس، وإننا هنواجه المشاكل وهنحلها مع بعض. ملك تتجوزيني؟ ايه نقول مبروك؟ ايه ده انتوا هنا؟ احنا هنا اصلا من قبل ما انتوا تيجوا. ده انتوا اللي مرتبينها بقى. لا احنا كنا بننفذ بس. هي بصراحه اصلا كانت فكره اونكل سليم وانكل عبد الرحمن. هي قولوا لي عملتوا ايه؟ نويتوا على ايه؟ انا مش همشي من هنا الا وملك مراتي. وانا موافقه. بس احنا هنعمل ايه بالظبط؟ احنا في شرم وعندنا ملعب جولف، اهو ممكن نعمل فرح اوبن اير ونكلم كل اصحابنا في القاهره ويجوا، مش كده؟ والويكند كمان يومين فهيلحقوا ييجوا، ونكون رتبنا كل حاجه. هو احنا رجعناكوا لبعض عشان تبتدي معاك بجنان يا زياد؟ وبعدين ده انتوا ولا كأنكوا لسه راجعين لبعض من ساعتين. احنا مش محتاجين اكتر من ساعتين. شكلكوا حلو قوي، الف مبروك. الله يبارك فيك. ده هو انت صاحي من بدري؟ صباح الفل يا حبيبي. صباح النور، انت ايه اللي صحك بدري؟ انا صاحي من بدري جدا، ما نمتش. انت ما نمتش من امبارح؟ ما نمتش، تخيل. ليه؟ طول الليل ببص عليكي بصراحة. ملك انا مش مصدق ان انا بتنفس نفس الهوا اللي بتتنفسيه في الأوضة. طب ممكن نفطر بقى عشان انا ميت من الجوع، مستنيكي تصحي عشان نفطر سوا. وظاهر ان البص على كمان ده بيخلي الواحد يجوع زي نزول البحر كده. خلاص ما تبصش. انا لو البص عليك هيعيشني في مجاعه هبص عليك عادي. اعمل لك لانشون ولا فلامنك؟ اي حاجه. زياد، ممكن اتكلم معاك في موضوع؟ اتكلمي يا روحي. طب بكره هيبقى اول يوم ننزل الشغل يعني واحنا متجوزين، ف كنت عايزه يعني اتفق معاك على شويه حاجات. ايه؟ انا عارفه ان ممكن يكون في حساسيه، ومش عايزه الحساسيه دي تعمل مشاكل بينا، احنا في غنى عنها بصراحه. حسيت ايه يا ملك؟ انا مش فاهم حاجه. لازم نفصل حياتنا كاتنين متجوزين، وان انا يعني مديره الشركه، وان انت حيالا موظف عندكم يعني. انت عارف ان انا مش المديره الغلسه، بس يعني ممكن بعد الجواز الموضوع يعمل حساسيه. بص يا ملك، انا مش عايزك تقلقي من الموضوع ده خالص. انا بعرف افصل كويس جدا بين حياتي الشخصيه وبين شغلي، بس في يوم كده اكيد هتلاقيني جاي واحنا قاعدين بنتكلم كده في البيت، قول لك كلام مش لطيف خالص على مديرتي في الشغل، فما تزعليش. اوكي. تلاقيش. انا لازم انزل بقى، هروح لكمال كان عايزني في حاجه كده، ولو عايزه اي حاجه قولي لي. اوكي؟ اوكي. عايزه فينو، عايزه بامبرز، اي حاجه من الحاجات دي. لا لسه بدري على المرحله دي. خلاص. انا البنات جايين لي كمان شويه. لا واضح ان انا الفتره اللي انا غبتها انتوا ما طلعوش احسن ما عندكم. معلش يا جماعه، في احسن من كده. معلش يا ملك، انا مش فاهم بس، وانت ايه اللي مش عاجبك بالظبط في الفكره اللي انا مقدمها دي؟
ريفرنس قوي يا زياد. وبعدين انا متاكده ان انا شفت الاعلان ده قبل كده. انت قصدك يعني ان انا سارق الفكره دي؟ هي مش قصدها كده يا زياد، يعني توارد خواطر بتحصل ساعات كتير. يعني يا زياد بنشوف حاجات بنتاثر بيها من غير ما نحس. لا مش انا اللي اعمل كده. انا من امتى بيطلع على افكاري مسروقه؟ في ايه يا زياد؟ واحنا من امتى بنزعق واحنا بنناقش افكارنا؟ عايزاك على المكتب لو سمحت. اتفضل. عن اذنكم يا جماعه. بدأنا ولا ايه؟ شكلنا كده هنشوف من ده كتير الفترة الجاية. الموضوع ما يستحملش الكلام ده على فكرة يا مصطفى. صوفي بليز، ممكن ما تريبورتيش اللي حصل ده لمستر سامح لحد ما نشوف هيعملوا ايه مع بعض؟ أكيد طبعا. ربنا يستر على اللي جاي. أنت إزاي تتهميني بحاجة زي كده قدام التيم كله؟ أنت لسه بتعلي صوتك يا زياد؟ هو ده اللي احنا متفقين عليه قبل ما ننزل الشغل؟ يا بلك ما هو انتي. لا الموضوع ما فيهوش ما هو انتي. زياد احنا متفقين من قبل ما ننزل الشركه ان ملك وزياد المتجوزين غير اللي هنا. قلت لي طبعا حاضر انا راجل متفهم وكل الكلام ده. تيجي من اول ميتنج. اول ميتنج يا زياد تعاملني بالاسلوب ده؟ المفروض تراعي طريقه كلامك واسلوبك معايا في الشركه. والله؟ وانت كمان المفروض تراعي ان احنا هنا غير بره. هو واضح كده انه مش سهل الواحد يفصل. لا انت لازم تخليه سهل ولازم تدور لك على حل. وزياد دي اخر مره، مش هسمح لك تحت اي ظرف من الظروف انك تعاملني بالاسلوب ده قدام التيم. مفهوم؟ هو زياد مختفي النهارده ليه؟ هو فين؟ هو زياد ما جاش النهارده. نعم ما جاش. انا كنت فاكراكي عارفه. ملك كنت عايزه اقول لك. لا قبل ما تقولي معلش، هو زياد بلغك ان هو اجازه النهارده؟ في الحقيقه لا. والله؟ طب اخصم له 5 ايام زيه زي اي حد في الشركه. اوكي. بقول لك يا زياد، انت اخر مره شلت 4 كان امتى؟ من نص ساعه. يبقى انت معدلك 4 كل نص ساعه. انت هتتقطع. انت لسه شايل 4؟ انت هو دراع بايظ بس هكسب برضه. ملك الحمد لله على السلامة. ايه اللي بيحصل ده؟ عادل صاحبي من ايام دبي لسه واصل مصر وجاي يبارك لنا. الف الف مبروك يا عروسة. انا اسف جدا ما عرفتش احضر الفرح بس يعني كان عندي شغل في دبي. الف الف مبروك. لا فرح ايه؟ ما كفايه الفرح اللي انتوا عاملينه. ايه؟ عايزاك يا زياد بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي. يا صاحبي انت مش مسيطر ولا ايه؟ يا عمرك ما شفت راجل بيتهزق في بيته ولا ايه؟ لا شفت كتير. اتكل على الله. بيت بيتك؟ لا تمام بيت اخويا. قلت لي التلاجه منين؟ يا ملك حد يعمل ضيوف بالطريقه دي؟ ضيوف؟ انت قالب لي البيت بره وتقول لي ضيوف؟ انت اصلا ازاي ما تقوليش ان في حد جاي لنا؟ وازاي تسمح بالفوضى دي؟ ملك وطي صوتك. في صاحبي وجاي يزورني، مفيش حاجة يعني. وبعدين أنت عايز تتحكمي فيا في الشركة وفي البيت كمان؟ قول كده بقى. أنت بتعند عشان اللي حصل في الشركة؟ أنا مش بعند ولا حاجة يا ملك. شركتك تدريها براحتك، لكن أنا بيتي أعمل فيه اللي أنا عايزه. بيتك؟ هو أنت إزاي بقيت كده؟ البركة فيك يا ملك. البركة فيا؟ هو إيه اللي حصل عشان كل ده؟ اسألي نفسك. ملك أنا فكرت ولقيت حل للمشكلة اللي إحنا فيها دي. إيه الحل بقى؟ طول ما أنا وأنتي في شركة واحدة وفي البوزيشنز اللي إحنا فيها دي عمرنا ما هنبقى مستريحين، عمرنا ما هنعرف نمشي حياتنا كويس. أوكي فإيه؟ فسيبي شغلك. لا ده حل عظيم يا زياد. موافقة؟ لا طبعا مش موافقة. بس أنا عندي حل تاني. إيه؟ طالما أنت مش هتقدر تتعامل معايا وأنا بدير الشركة اللي أنت بتشتغل فيها يبقى نتطلق. وقدرتي تنطقيها يا ملك؟ الكلمة طلعت منك بسهولة كده؟ هو أنت ما سمعتش أنت قلت لي إيه؟
وعشان ايه؟ عشان ايه كل ده؟ عشان ده اللي هيريحنا. لا معلش، ده عمره ما هيريح حد غيرك انت. وكالعادة يا زياد، انت فكرت في نفسك وبس. وقدرت تنطقيها يا ملك؟ الكلمة طلعت منك بسهولة كده؟ هو انت ما سمعتش انت قلت لي ايه؟ وعشان ايه؟ عشان ايه كل ده؟ عشان ده اللي هيريحنا. لا معلش، ده عمره ما هيريح حد غيرك انت. وكالعادة يا زياد، انت فكرت في نفسك وبس. ممكن اعطل الاستاذه مالك شويه؟ انت جاي متاخر عشان تعطلني؟ معلش، ما هي اخر مره. ايه ده؟ ده الحل. حل الايه؟ انت عايز تسيب الشركه وتمشي؟ بالظبط، هو ده الحل. ما تلاقيش، انا جالي شغل كويس فاتن. ليه يا زياد؟ عشان انا ما اقدرش استغنى عنك، مش عايز اي حاجه تحصل بينا تعمل في حياتنا شر. ملك، انا لما شفت مريم واللي حصل لها بعد ما مدحت مات، وازاي هي كانت متاثره قوي رغم كل اللي حصل بينهم، زي ما تقولي كده في حاجه نورت جواها. في حاجات كتير ممكن تتصلح وتتعوض إلا البني آدم، بالذات البني آدم القلب ما بيدقش إلا باسمه. أنا هسيب الشركة عشان بيتنا، عشان بيتنا ما يحصلش فيه أي شيء. زياد، أنت مش محتاج تسيب الشركة عشان إحنا ما يحصلش بينا حاجة غلط. يعني هنفضل نحاول ونعافر ونكابر ونفرهض في نفسنا كده، بس دايماً هيبقى في حاجة مش صح يعني. دايماً هيبقى في مشاكل احنا في غنى عنها. بصراحة كده تقدري تعتبري برضو ان انا خايف من الراجل الشرقي اللي جوايا، ممكن يعمل حاجات تضيعك مني. انا ما عنديش سات ان ده يحصل معاك. انت اهم واغلى حاجة في حياتي. انا بحبك قوي يا زياد. مش قدي. انا اسف قوي ان كنت اناني لما طلبت منك تسيبي شغلك عشاني، يعني انا اسف بجد. أستاذة ملك، أنا اتشرفت جدا بالشغل معاكي، وقضيت معاكي وقت اتعلمت منه كتير، وأتمنى لك التوفيق أنت والتيم بتاعك. بعد إذنك بقى أنا هروح أستنى ملك مراتي في البيت اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنها. بابا صحيح عمل لنا أكلة حلوة قوي. استنيك، ما تأخريش. أوكي.